السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ وليد. كيف الحال يا شباب؟ الحمد لله، أنت شلونك؟ شلون الصحة؟ الحمد لله. أخ علي، جاهزين نبدأ ولا ننتظر شوية؟ عفوا دقيقة. أوكي. طبعا استاذ وليد، هذا الميتنج مدته 40 دقيقة، فمن يخلص اسوي رابط ثاني وابعثه. مفيش مشاكل، اوكي. نبدأ. اي نعم، تفضل استاذ وليد. طيب، أنا برحب بكل اللي اتندت والحضور. امبارح اتكلمنا كانتروداكشن على المقصود بالويل انترفنشن اوبريشن. قلنا ان حضراتكم كمهندسين بترول ممكن تشتغلوا الجزء الخاص بالويل بور او الريزرفوار ضمن الريزرفوار تيم، وبتبقوا مسؤولين عن الديفلوبمنت بلان والمونيتورنج بريشرز. واتكلمنا على الدريلنج تيم، وهو اللي بيستابلش الويل من اول دريلنج الكوندكتور كيسنج لحد ما دريل اوت الفاينل هول او البرودكشن هول ورن البرودكشن كيسنج اند سيمنت ان بليس. قلنا عمليات الكومبليشن والورك اوفر دي العمليات اللي بتيجي بعد الدريلنج فيز. عمليه الاستكمال اللي هي بتكون خاصه بان انت تعمل كوميونيكيشن بين البير وبين البي زون او الريزرفوار، ودي بتبدا بالويل بور كلين اوت وتشوف الانتجريتي او مدى كفاءه الاسمنت، وده بيتم عن طريق السي بي ال في دي ال لوج. وممكن تروح للريميديال سيمنتنج ولا مش هتروح، ديبند على السيمنت كواليتي. بعد كده بتبدا تعمل بروفريشن للبروبوزد انترفلز از بير ريزرفوار ريكومنديشن. وبعد كده بتكمبليت الويل سواء سنجل زون او ديول زون، سواء ناتشرال فلو او ارتفيشال ليفت ميثود، سواء كان بير انجكشن او بير برودكشن او بير ديسبوزل. في بعض انواع الابار بتبقى ديسبوزل ويل، ودي بنستخدمها ان احنا بنعمل ديسبوزنج للووتر. يعني يكون عندنا الميه اللي طالعه من الاويل من الاوبريشن بتاعتنا، بنعمل لها ديسبوزنج في بعض الديسبوزل ويل. عرفنا بعض الاختصارات اللي بنستخدمها في الدريلنج وورك اوفر وكومبليشن زي اتكلمنا عليها في الريبورتنج. عرفنا انواع الشركات سواء كانت شركات اوبريتورز كومباني او شركات سيرفيس كومباني. و ابتدينا نتكلم على المقصود بالويل انترفنشن. قلنا الفرق بين الورك اوفر ان انت بتشتغل على ديد ويل، لا بتشتغل والبي اي بي موجود، ولازم يكون معاك البرايمري بارير بتاعك في الحاله دي بيكون اللي هو الايه؟ الكلف لود، اللي هو غالبا بيكون البراين. يعني البير بيكون ميت عشان تقدر تفتح البير وتبدا تسحب السترنج بتاعك وتعمل الاوبريشن اللي انت عايزها، سواء كنت هتعمل ريبليسمنت البامب او ريبليسمنت الكومبليشن او هتعمل ادنج بروفريشن او هتعمل ستيميليشن او عندك او هتعمل فراك. عايز تعمل اي حاجه ما دام هتسحب السترنج هتفتح البير لازم يكون البير مقتول
وكريسماس تري ما بتكونش موجوده. قلنا لكن عمليات الانترفنشن بشتغل على لايف ويل وبشتغل والكريسماس تري موجوده، ف نو نيد ان انا اقتل البير. ودي طبعا ميزه كبيره ان انا مش ممكن ما يحصلش معايا فورميشن دامج، ومش محتاج ريج هبدا اشتغل ريجلس، ممكن اعملها كريجلس اوبريشن. قلنا عندنا ثلاث انواع او ثلاث تكنيكس، اللي سواء كان الواير لاين او الكول تيوبنج او السنابنج. وابتدينا نتكلم شويه عن بعض اشكال الكومبليشن اكسسوارز اللي ممكن تقابلنا، سواء كانت الواير لاين انتر جايد او الباكرز او السب سيرفيس سيفتي فالف او البلاست جونت والفلو كابلنج والنبلز. يعني اتكلمنا كبعض كومبليشن اكسسوارز اللي ممكن حضرتك تعملها. وابتدينا نتكلم على الكول تيوبنج كومنت. اهميه الكول تيوبنج، الكول تيوبنج بتستخدم بشكل كبير جدا في الاوبريشن بتاعتنا، بس ممكن استخدمها في اثناء الدريلنج لو انا حصل معايا مشاكل ومش عارف اقتل البير، ممكن استخدم كول تيوبنج. ساعات كتير جدا بنضطر نستخدم كول تيوبنج في اثناء الدريلنج فيز، لو انا هعمل دي اس تي وعايز، او لو اعمل في لو عايز اعمل انفلو تيست مثلا وعلى بارير معين او على الشو، ومحتاج ان انا اعمل ديسبليسمنت للفلويد اللي موجود، بستخدم كول تيوبنج. كول تيوبنج بستخدمها في اوبريشنز كتير جدا، بستخدمها في عمليات من اشهر التكنيكس زي ما قلنا ان احنا بنستخدمها في عمليات الاستيميليشن، واللي هي الاسيد استيميليشن، ان انا عايز احسن البرمابيلتي بتاعت الطبقه. بستخدمها في عمليات الاكتيفيشن زي ما قلنا، بستخدم لو عندي ساند او سكيلز بعملها، او عايز اعمل اي كيميكال بامبنج برضه بستخدم الكول تيوبنج. وقلنا ممكن استخدمها كفلوس سترينج، هي كبرودكشن سترينج في حاله ابار الغاز. ابتدينا نتكلم على الكول تيوبنج كايكوبمنت. النهارده ان شاء الله هنكمل مكونات الكول تيوبنج، وهنتكلم ازاي بعمل لها، هنتكلم على السيرفس كومنت وعلى البريشر كنترول كومنت. السيرفس كومنت اللي احنا شرحناها امبارح هنكملها بسرعه وعشان نربط بس الموضوع ببعضه، وبعد كده هنتكلم على البريشر كنترول كومنت اللي هي البي سي اي بريشر كنترول كومنت، وهنتكلم عن الريجب بتاعها ازاي بعملها ريجب. هنتكلم على اليو بي بريشر كنترول كومنت التفصيل، وازاي اعمل لها تيستنج، ولو حصل معايا في مشكله في الكول تيوبنج، سواء كان حصل بين هول او ليك او فورم او في او هول موجوده في الكول تيوبنج، ازاي هتعامل معاها، ولو حصل معايا بارت كول تيوبنج هعمل معايا، ولو حصل معايا باور باك فيلير هعمل ايه، ولو حصل معايا بامبنج فيلير هعمل ايه. يعني في سيناريوز كتيره او مشاكل ممكن تقابلني، حصل معايا حاجه اسمها كول تيوب ران اواي هعمل ايه. فهنبدا نتكلم على كل المشاكل اللي هتقابلنا، وازاي يكون الريسبونس بتاعي في حاله الكونتينجنسي او الامرجنسي. قلنا كول تيوبنج بتتكون، هي عباره عن هيدروليك يونتس كونتينوس سترينج، يعني البايب كلها بتكون كونتينوس. قلنا اشهر سايزات هتلاقيها موجوده في الماركت 1.5 و1.5 و1.3 ارباع، وفي قلنا في سايزات اكتر من كده وسايزات اقل من كده. قلنا الميزه اللي بتميز الكول تيوبنج عن الواير لاين ان انت بتقدر تعمل بامبنج، لكن الواير لاين ما تقدرش تعمل بامبنج. لكن من اكتر العيوب يا جماعه، اكتر العيوب اللي موجوده في الكول تيوبنج لو حد فكر، ان انت ما تقدرش تعمل روتيشن. تخيل انت عندك 5000 يعني مش زي الدريلنج ريج. الدريلنج ريج انت بتعمل روتيشن عن طريق البت وعن طريق الايه الدريل سترنج، بتلفه عن طريق الروتر تيبل او التوب درايف سيستم. لكن هنا في الكول تيوبنج مش هتقدر تعمل روتيشن، لان انت عندك الريل اصلا موجود على الدرام، الدرام الكول تيوبنج موجود على الدرام، هتلف في كل ده ازاي؟ هينفع تلف في الكول تيوب؟ بس طبعا اتغلبنا على المشكله دي ان احنا بنستخدم مطور. الماتور ده يعني انا بلف في الماتور، بس الماتور ده بيكون موجود تحت خالص في نهايه الكول تيوب، بيبقى بوز ديسبليسمنت موتور بي دي ام. الماتور ده انت بتلففه عن طريق الهيدروليك، لما بتضخ فلويد هو بيبقى عباره عن روتر وستيتر، يعني جزء ثابت وجزء متحرك. فانت لما بتبدا تعمل بامبنج بيبدا الماتور يلف، الماتور ده بعد كده بيلفف لك البي اتش اف بتاعك. فاهمين يا شباب؟ يعني دي كانت من ضمن عيوب الكول تيوبنج، اللي هي مش not capable of rotation. انت مش هتقدر تعمل تلف في السترنج. يا ريت اللي فاتح المايك يقفله. اللي انت مش هتقدر تعمل روتيشن. بس احنا اتغلبنا على الموضوع ده ازاي؟ اتغلبنا عنه عن طريق ان احنا قلنا بنستخدم البوزيتيف ديسبيسمنت موتور، وممكن نعمل روتيشن. يعني ما فيش اي مشكله خالص، ممكن تنزل بمل او بت تنزل تحفر عادي، ما فيش اي مشكله.
وقبل كده اشتغلت انا، عملنا حاجه اسمها راديال دريلنج بالكول تيوبينج، عملنا حوالي بنعمل هول في الكيسينج وبنقدر نخش حوالي 100 متر داخل البرفوريشن. ده من ضمن التكنيكس بتاعت الاستيميليشن. يعني انت ممكن تعمل روتين، تحفر مفيش اي مشكله خالص، تحفر حديد، تحفر كيسنج، تعمل ميلنج، تعمل تحفر اسمنت بالكول تيوبنج، مفيش اي مشكله نهائي. طيب السيرفيس اكويبمنت يا جماعه، قلنا عندنا كنترول كابن اللي هي فيها كل الكنترولز، وديت اللي انا بعمل بيها انيشيشن، او ان انا بتحكم في حركه الكول تيوبنج اب اند داون، بتحكم في الانجكتور، في البريكنج بتاعها، في الريل، في الحركه بتاعت الريل، بتحكم في الكلوزنج بتاع البي او بي. كل الكنترولز بتكون موجوده من، بعمل مونيتورنج زي ما قلنا للبريشرات من الكنترول كابن، وده اللي بيكون موجود فيها الاوبريتور او الانجينير اللي بيعمل اللي هو سوبر او السوبرفايزر بتاع الجوب. قلنا ان كل حاجه في الكول تيوب بيشتغل بالهيدروليك، فلازم يكون عندي باور باك اللي هي السورس بتاع الهيدروليك. وقلنا الريل ما هي الا ستورج، الريل ما هي الا ستورج كاباستي، بخزن عليه الكول تيوبينج. وقلنا اهم طبعا شيء او اكتر شيء مهم في الكول تيوبينج اللي هو الانجكتور. الانجكتور هيد هي اللي مسؤوله على الموفمنت اب اند داون. يعني قلنا يعتبر الانجكتور هيد هي الترافلنج سيستم بتاعك او الهوستنج سيستم بتاعك، تمام، عن طريق الموتورز. الموتور بيبدا ايه، والتشين والجريبر بيتحركوا، وهم اللي ماسكين الكول تيوبنج، يعمل لك السنابنج فورس لتحت او الابو او البولينج فورس لفوق، تمام. كل اللي احنا قلنا عليه اللي هو الانجكتور مع الباور باك مع الريل مع الكنترول كابينج بالاضافه للجزنة، كل دي عباره عن سيرفيس اكويبمنت. طبعا الريل قلنا موجود عليها نقطه اللي هي اسمها السوجل او روتيتنج جوينت، وممكن اضخ من خلالها اي فلويد، تمام. كل اللي احنا قلنا عليه ده ايه، ده اللي يعتبر السيرفيس اكويبمنت الخاصه بالكول تيوب اللي هي الكنترول كابينز اللي فيها كل الكنترولز بتاعتي، سواء على الانجكتور، سواء على الريل، سواء على الاستريبر. وهنعرف يعني ايه الاستريبر والبي بي. كل التحكم بيكون اتابع الويل هيد بريشر والسيركيليشن بريشر عن طريق الانجكتور. بنتابع وده الويت انديكيتور، بتعرف الويت بتاعك. الويت طبعا بيبقى انديكيشن انت خدت سلاك او في اوبستراكشن ولا لا، والدبس بتتابعه. بيبقى في ميكانيكال كاونتر، بيبقى في تو كاونتر يعني تقدر تعرف منهم الدبس. وده الكنترول كابل او السورس اوف هيدروليكس، سوري ده الباور باك سورس اوف هيدروليكس. وقلنا هنا لازم يكون معايا باك اب. باك اب قلنا اللي هو مين، الاكيوميليتورز. الاكيوميليتور لو حصل عندي مشكله في الباور باك لازم يكون عندي انذر سورس اوف باور اقدر اقفل البي او بي. البي او بي اللي هو الجروب اوف فالفز اللي هتعمل سكيورنج ذا ويل اللي انا هقدر امن بيها البير. ودي قلنا دي بتبقى في حاله الامرجنسي، وباك اب بيبقى لها سورس لوحده. قلنا الاسطوانات دي طبعا بتكون جايه، الاسطوانات دي ستاندر يا جماعه، هي بتبقى 10 جالون الاسطوانه، الكباسيتي بتاعتها 10 جالون. الاسطوانه تكون جايه من المصنع، بنقول عليها البري شارج، البريشر بتاعها بيكون مليانه نيتروجين، ضغطها 1000 بي اس اي. وبقى فيه هيدروليك سيستم. الهيدروليك سيستم ده بيكون فيه ريزرفوار، في تانك وفي بامب. البامب بتبدا تضخ الهيدروليك فلويد داخل الايه، الاسطوانه، فتبدا ترفع لك البريشر بتاعها ل 1200. ده بنقول عليه المينيمم اوبريتنج بريشر، المفروض الضغط ما يقلش عن 1200. بعدين حضرتك الاسطوانات بتفضل شغاله، وبيبقى فيه بريشر سويتش بيوقف لك البامب. اول ما البريشر يوصل 3000 المفروض البامبات بتفصل خلاص. فاولوز المفروض اثناء الاوبريشن الاسطوانات بتكون البريشر بتاعها 3000 بي اس اي، بتكون مليانه بالفوليوم ده. الفوليوم اللي هو ال 5 جالون بقول عليه اليوزابل فلويد، يعني انا مسموح لي استخدم الهيدروليك فلويد اللي هو من الخط ده يا جماعه للخط ده، ماشي، مسموح لي ان انا انزل تحت ال 1200. عشان كده ال 1.7 ده بنقول عليه ديت فوليوم. يعني معنى كده ان الاسطوانه اللي هي 10 جالون، الاسطوانه اللي هي 10 جالون انا بعملها كانها 5 جالون، هي كلها 10 جالون بس في جزء منها هيكون نيتروجين اللي هو ال 3.3، والجزء اللي تحت ده اللي هو ال 1.7 هيكون برضو ديت فوليوم. فمعنى كده اليوزابل فوليوم او الجزء المستخدم للاسطوانه اللي هو 5 جالون. طب ليه فايده الحسابات دي؟ فايده الحسابات دي ان بيكون المصنع او المانيفاكشر بيجي يقول لك والله انت عشان تقفل البي او بي محتاج كام جالون، فانا بعمل الحسابات بتاعتي عشان احدد عدد الاسطوانات. اقول والله انا عايز 3 اسطوانات، 5 اسطوانات، 10 اسطوانات، تمام. فانت ممكن بسهوله جدا تحدد عدد الاسطوانات، هتشوف الفوليوم اللي انت محتاجه، انت محتاج فوليوم قد ايه وتقسمه على 5، لان قلنا الاسطوانه هي مساحتها، وهي اوريدي فعلا مساحتها 5 بس انا بعتبرها كانها هي اوريدي مساحتها 10 بس انا بعملها كانها 5 جالون، خلاص.
طبعا. وغالبا لما نيجي نعمل الحسابات بتاعتنا بناخد بزياده، عشان كده بناخد سيفتي فاكتور ممكن مثلا 25% او 50%. هذا السيستم اللي احنا قلنا عليه زي ما قلت لك، الاسطوانات بتكون جايه مشحونه 1000 وبوصل ضغطها ل 3000 بي اس اي، وده اليوزابل فلويد اللي هو الخمسه جالون. طيب ابتدينا قلنا الريل، ما هي الا بتعمل ترانسبورتيشن البايب وستور ذا بايب وكونتينوس، وبقدر اضخ من خلالها، ما لهاش علاقه نهائي ب عمليه الحركه او الويت او الفورس، ما هياش بتشيلك الوزن بتاع كول تيوبينج. وقلنا طبعا عمليه السبولينج مهمه جدا، لما اجي اعمل سبولينج او ارصص كول تيوبينج لازم الاوبريتور ياخد باله. هذا شكل الموتور اهوت الريل موتورز، وهذا السويفل، هذا الروتيتنج جون او السويفل اللي بيخش منه الاسترين. طيب ابتدينا نتكلم على الجوز نيك، وقلنا الجوز نيك الريديوس بتاعك بيعتمد، كل ما السايز بيزيد كل ما الريديوس بتاع الكول تيوبنج بيزيد. وده اللي قدامك ده السكتش للانجكتور عن طريق الحركه بتاعت الموتور بتستلم للجريبر، بيبدا يحرك الكول تيوبنج سواء في اتجاه النزول الرننج هول او في اتجاه البول اوت هول. وقلنا هتلاقي في سايزات مختلفه، كل كول تيوبنج هيكون ليها ليميتيشن او كاباسيتي تقدر تعملها كسنابنج فورس او بول فورس. طبعا العمليه دي قلناها بنقول عليها عمليه الستامينج. قلنا الكول تيوبنج ده في بدايه الجوب، قلنا لما بنيجي نشتغل كول تيوبنج الريل، الكول تيوب بتكون موجوده على الريل، فانا عايز ابدا ادخلها على الانجكتور، ببدا اسحبها واعمل لها ستامينج. طبعا لازم اعمل الاول وبعمل فانكشن تيست، قلنا ايه الفرق بين الفانكشن تيست والبريشر تيست، وبعمل بول تيست على الكونكتور، هنشوف بقيه الاجزاء اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. طبعا بستخدمها في الاوف شور، بستخدمها على الريج، ممكن غالبا بنستخدمها في الريج لما نيجي نستخدمها في الريج، لما يكون معانا دي اس تي او هنعمل اسيد ستيميليشن، وبنعملها بنضخ التريتمنت بتاعنا من الكول تيوبنج، وبعد كده حضرتك اي اسيد تريتمنت ما دام هتعمل اسيد لازم تطلع السبنت اسيد. يعني انت دلوقتي ضخيت اسيد، الاسيد ده هيبدا يتفاعل مع الفورميشن، ما ينفعش تسيبه تحت، لازم تعمل له كلين اوت، لازم تطلعه تاني. خلاص، فبتطلعه تاني ازاي؟ ان انت بتبدا تضخ نيتروجين وبتاخد الاسيد ده على حاجه اسمها سيرفيس والتستنج باكج، تاخده على مجموعه تنكات، ولحد ما تبدا بتبقى وانت طبعا بتعمل كليننج بتبقى بتسجل، بتعمل ريكوردنج للبي اتش، تشوف البي اتش بتنزل معاك، والووتر كات تبدا تقل معاك، والبير يبدا ينتج اويل، خلاص تبدا توقف بعد كده او البير يبدا ينتج ناتشرال، بتبدا ايه توقف الليفتنج يعني. المهم موضوع السبنت اسيد ده يا جماعه لازم تنضفه، لازم تطلعه، لازم تعمل له كليننج او ريموفنج. ممكن تعمله زي ما قلت لك عن طريق كيك اوف، ان انت تسحبه يعني تعمله ليفتنج، او ان انت لو في بير انجكشن بتبدا تضخ. يعني لو في بعض الابار انجكشن بنقول خلاص ما لهاش لازمه، نوفر الكوست بتاع الكول تيوبنج، بنضخ على طول وراه الووتر تريتمنت بتاعتنا. فلو انت معاك بير انجكشن ما فيش مشكله، كده كده السبنت اسيد هيروح بعيد. لكن لو انت ما عندكش بير انجكشن او بير بروديوسر، لازم تنتج السبنت اسيد ده، لازم تطلعه. قلنا من اهم الفاكتورز بتاثر لي على الكول تيوبنج اللي هي البندنج سايكلز، وده الميجور كيلر بتاعك. قلنا لان الكول تيوبنج قلنا بتتعرض لثلاثه بندنج سايكل وسته بندنج ايفنت. قلنا ثلاثه بندنج سايكل عندك، واحد عند الريل واثنين عند الجوزنك، وانت نازل وانت طالع نفس القصه، يبقى عندك ثلاثه سايكل سته ايفنت. فده طبعا بيعمل لك ايه؟ الكول تيوبنج بيحصل لها فتيج، وبعد فتره هيحصل لازم تعمل لها ريبليسمنت. فده بيكون مهم جدا ان احنا لازم يكون عندنا، بيكون معظم الشركات شرامبرجير هيربرت، معظم الشركات بيكون عندها سوفت وير اسمه كول لايف، بيبدا يحسب ويعرف الاستريسز اللي موجوده على الكول تيوبنج، ويعمل في حسابه ان هو يعمل ريبليسمنت للجزء ده. قلنا كمان الانترنال بريشر العالي نتيجه ان احنا بنضخ بريشر، بنضخ فلويدز بضغط عالي، ف بيحصل عندنا بالونينج، يعني الانترنال بريشر بيكون عالي، فممكن يحصل عندك بالونينج او برست لو انت عديت الانترنال بريشر ليميت بتاع الكول تيوبينج.
قلنا لو انت بتضخ، لو انت بتعمل مثلا بامبنج من بره او بتعمل بول هيدنج من بره، فده ممكن يحصل لك الكول تيوبنج، يحصل لها كولابس. طبعا اللي بيحدد الكول لايف عدد الرنات، يعني انت شغلتها قد ايه، والسبولنج بتاع الريل اثناء البول اوت. قلنا الاوبريتور لازم ياخد باله من موضوع السبولنج ده، والجوزنوك رولر. انا في حد تقريبا مشغل الدرور او ما اعرفش. طيب في حاجه اسمها الكول تيوبنج اوفاليتي. الكول تيوبنج اوفاليتي، يا ريت يا جماعه الناس اللي مشغله الدرور توقفوا. شباب بس لحد يرسل ال المقصود بالاوفاليتي اللي هي الكول تيوب يا جماعه بتبقى سيركل، بتبقى مدوره، يعني مثلا واحد ونص، فالمفروض كل الدايمتر بتاعها يكون واحد ونص. المفروض الكول تيوبنج بتبقى جايه من المصنع راوند، شكل دائري. بعد فتره نتيجه ان هي عماله تتعرض لبريشرات عاليه، انت عمال تعمل لها تضخ بريشر بضغط عالي من جوه، او يحصل لها كولابس، فاهميني؟ فالكول تيوبنج بتبقى عامله زي الاوفال، بتبقى واخده الشكل البيضاوي. طبعا ده برضو في نسبه ما ينفعش تعديها، يعني الاي بي اي الماكسيمم اوفاليتي المفروض ما تزيدش عن 5%. الماكسيمم اوفاليتي المفروض ما تزيدش عن 5%. المقصود بالاوفاليتي اللي هي النسبه اللي التيوبنج بيكون اوت اوف راوند، يعني بعيده عن الشكل الدائري او بتميل للشكل الاوفال. تمام. المفروض كل ما الاوفاليتي بتزيد بتاعت الكول تيوبنج، يعني هنا كل ما نسبه الاوفاليتي، لو انت براحت مثلا خد النقطه رقم واحد، الاوفاليتي 1% تقرا الكولابس بريشر هتلاقيه مثلا تقريبا 11000. طب كل ما الاوفاليتي بتزيد، وليكن مثلا الاوفاليتي 4% هتلاقي الكولابس بريشر بيبقى 8000. يعني معنى كده ان هي بتتحمل كولابس بريشر بيقل، وده شيء طبيعي لان هي كل ما الاوفاليتي بتاعتها بتزيد كل ما الكولابس بريشر اللي هي هتقدر تتحمله هيقل. خلاص. يعني اللي انا عايز اقول لك ان الكول تيوبنج بتتعرض لستريسز كتيره جدا، بيحصل لها بيندنج، ممكن يحصل لها بالونينج ان هي بتنتفخ زي البالونه نتيجه ما يكون عندك هاي انترنال بريشر، ممكن يحصل لها كولابس ان هي بتتضغط من بره، والاوفاليتي ان هي بتبقى واخده شكل البيضاوي او اوت اوف راوند. يعني كل الحاجات دي ممكن تعمل لك ايه؟ ممكن تعمل لك فيلير للكول تيوبنج. طيب مهم بقى وانت شغال، احنا لسه بنقول الكول تيوبنج احنا نقدر نشتغل على لايف ويل، نقدر نشتغل على بير لايف. يعني ايه لايف؟ يعني انا هبقى يكون فاتح دلوقتي، هاجي انزل عايز اعمل رانين هول في جوه البير، سواء هنزل بنوزل بمل، هنزل اعمل حاجه، نازل اعمل بامبنج، نازل اعمل كليننج للساند، نازل اضخ اسيدايزنج، نازل اضخ سولفت تريتمنت، عندي اسفلتين، نازل اعمل اي حاجه، ما هفتح البير. طيب احنا قلنا احنا ممكن نشتغل على لايف ويل. يعني ايه لايف ويل؟ يعني معايا ويل هيد بريشر وليكن 1000 بي سي اي. طيب ايه هو الباريرز بتاعي اللي هي هتكون عامله كنترول على الفلويدز ده؟ لازم يكون عندك بارير يا جماعه يسمح بحركه الكول تيوبنج. احنا قلنا احنا عايزين الكول تيوبنج تنزل جوه البير، وفي نفس الوقت اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل مينتين للبريشر او احافظ على البريشر او بارير معايا. يبقى انا لازم يكون عندي بارير او حاجز يقدر يسمح لي بحركه الكول تيوبنج، وفي نفس الوقت يكون قافل، يعني يحبس البريشر. البارير ده اللي هو الاستريبر، وده بنقول عليه البرايمري بارير. هو عامل زي الستافنج بوكس، هنشوف شكله دلوقتي. هو بيبقى رابرز وانا بشغله ايه؟ بضغطه على الكول تيوب. يبقى البرايمري بارير بتاعك اللي هو الايه؟ الاستريبر. الاستريبر ده هو اول بارير، ده في حاله الشغل العادي في النورمال اوبريشن اللي بيكون عامل سيل، او اللي بيعزل او اللي بيعزل لك البريشر، هو بيكون مين؟ بيكون الاستريبر. يبقى الاستريبر بيعمل لك دايناميك سيل وبيسمح بالحركه. طيب ان كيس افرض الاستريبر ده حصل فيه مشكله، يعني الاستريبر ده ليك او الرابر اليمنت بتاعه حصل فيه مشكله، لازم يكون عندي سكندري بارير. فالسكندري بارير بتاعك بيكون البي او بي، بيبقى عندك مجموعه من الرامات، بيكونوا اربع رامات زي ما هنشوف. فبيكون عندك حاجه اسمها الكواد، الكواد يعني الرباعي او الكومبي اختصار لكونكشن، والتربل اللي هو الثلاثي. يبقى السكندري بارير بتاعك اللي هو مين؟ اللي هو البي او بي. ده بستخدمه امتى؟ لما يكون عندي مشكله في الاستريبر او اي مشكله فوق البي بي. يعني انا حصل عندي ليك فوق البي بي، طب انا عايز اصلح الليك اللي فوق البي بي ده، لازم اعمل ايه؟ لازم اقفل البي بي. طب افرض البي بي نفسه فيه مشكله، افرض حصل او عندك مشكله تحت البي بي، او في حاله الامرجنسي، او عندك مشكله في الكول تيوب نفسها،
لازم يكون عندك امرجنسي بارير، بنقول عليه التيرشري بارير او الامرجنسي بارير، ده بيستخدمه في حاله امرجنسي. ودايما يا جماعه الامرجنسي بارير او التيرشري بارير ده بيكون اقطع، خلاص انا هقطع السترنج، السترنج هيقع جوه البير وساعتها بقى ايه هبدا احل المشكله. يعني دايما الامرجنسي بارير ده بيبقى شيرنج بارير. الامرجنسي بارير او التيرشري بارير ده بيكون شيرنج. شيرنج يعني ايه؟ بيقطع. يعني انت قفلت البي او بي وبرضه الليك لسه شغال، ما قدامكش حل ان انت تقطع. هو طبعا بيكون هو بيقطع وبيعمل سيل في نفس الوقت، عشان كده بنقول عليه شير سيل، شير سيل، يعني هو بيقطع وبيعمل سيل وبيقفل. وساعتها حضرتك بعد كده بقى بتخش في قصه ثانيه، ان انت بتعمل كيلينج بلان وبتنزل وتعمل فيشنج بلان، يعني هتضطر ان انت تقتل البير وبعد كده هتنزل تعمل فيشنج للكول تيوب اللي قاعد في البير. المهم البريوريتي عندك للويل كنترول او ان انت تسيطر على البير. يبقى ما اجي اسالك على الباريرز بتاعت الكول تيوبينج هي مين؟ البرايمري بارير هو الستريبر، السكندري بارير هو البي او بي، التيرشري بارير هو الشير اند سيل. وكل الباريرز اللي انا بقول لك عليها دي من بره، يعني الباريرز دي بنقول عليها اكسترنال باريرز، ده كله بيعمل سيل اراوند الكول تيوبينج من بره. فاهمين يا شباب؟ بيقفل حوالين الكول تيوب من بره. طب افرض ما الكول تيوبينج ده ممكن تبقى مفتوحه، لازم يكون في انترنال بارير جوه الكول تيوب نفسها، جوه البايب نفسها لازم يكون عندي بارير. البارير ده بنقول عليه انترنال بارير، هنبدا نشرحه. طبعا ممكن حضرتك من اللي انا شرحته وليكن تكون فهمت تقريبا 10%. هنبدا نمسك كل بارت وهتلاقي الموضوع بسيط جدا. ادي الاستريبر يا جماعه، الاستريبر ده بيكون موجود تحت مباشره تحت الانجكتور هيد. الاستريبر بيكون موجود مباشره تحت الانجكتور هيد. وبيبقى موجود تحته اللي هو الكواد او البي او بي اللي هو السكندري بارير بتاعك. واخر واحد بيكون موجود تحت خالص هو مين؟ الشيرنسي. ودايما بخليه تحت ليه؟ ما هو ده بقى انا عايز اقطع، فلما اقطع تخيل لو انا خليته فوق هنا، لو انا مخليه فوق ممكن ما اجي اقطع الكول تيوب ما تنزلش تحت، تحت انا عايز اقطع وفي نفس الوقت الكول تيوب تنزل تحت، تحت مين؟ تحت الكريسماس تري، عشان اسد الكريسماس تري اعمل كلوزنج للابر ماستر فالف والسواب، ساعتها يبقى انا امنت البيت. فدايما بخليه تحت خالص او فوق، بخليه فوق الكريسماس تري مباشره عشان اقلل الليك باس، يعني ما اخليش فيه اماكن انا عايز اقطع وينزل والكول تيوب تقع تحت، واقفل الايه؟ الاثنين الابر ماستر فالف والسواب، يبقى انا كده امنت البير بالكريسماس تري. ساعتها لو عندي اي مشكله فوق هنا مفيش مشكله، خلاص انا قافل السواب واقفل الابر ماستر فالف، ابدا احل المشكله اللي عندي، ابدا اقتل البير، اضخ الكيل فلويد، وساعتها ابدا احل اعمل ريبليس للليكنج اللي عندي. فاهمين يا شباب؟ يبقى لو يبقى البرايمري بارير ده في حاله مين؟ في حاله الاوبريشن. وانت شغال لو رحت على اي لوكيشن، لو رحت على اي لوكيشن هتلاقي السيرفر ده يكون قافل، لازم السيرفر يكون قافل. يعني ما دام في كول تيوبينج والكول تيوبينج طالعه نازله، السيرفر ده بيكون قافل. خلاص؟ بيكون قافل لان هو اللي بيعمل سيل، بيبقى عامل سيل اراوند كول تيوب. البي او بي دايما بيكون مفتوح والشير اند سيل دايما بيكون مفتوح، بيكونوا نون اكتف. يعني انا فاتحهم ومستني. افرض حصل عندي مشكله في الاستريبر، والله لو حصل عندي مشكله هبدا اقفل البي او بي عشان احل المشكله. حصل عندي في الفلانشه دي في اي جزء من تحت فوق البي او بي ابدا اقفل البي او بي. واضح؟ وبعض الحالات الثانيه هنقول لكم عليها، لو حصل معايا بين هول، حصل معايا ليك، يعني في بعض الحالات بستخدم الايه؟ الكواد. طب افرض حصل معايا مشكله هنا تحت البي او بي الحته دي، يعني افرض الفلانشه، افرض الفلانشه الفلانج اللي هي ديت اللي بين الكريسماس 3 وبين البريشر كنترول اكوبمنت بتاعت الكول تيوب، يعني اخر فلانشه اللي هي اللي باللون الاصفر وباللون اللي تحت ده، الفلانشه دي بتليك. تخيل عندي هنا ليك هيدروكربون، لو الاستريبر ماليش دعوه، الاستريبر فوق مش هيحل لي مشكله، لو هو كده كده قافل، ولو قفلت البي بي برضه الليك ستيل موجود. طب حضرتك هتعمل ايه؟ مش هتقدر تعمل حاجه، لازم تقطع. ما ينفعش تروح تتعامل مع ليك ببريشر عالي او معاك هيدرو كربون وتبدا تحله، لازم ساعتها هتضطر ان انت تقطع. فلما تقطع كل تيوب هتقع تحت، تبدا تقفل الابر ماستر فالف والسواب، ساعتها تحل المشكله بتاعتك، تبدا تكسر هنا، تعمل نيبل داون او تشيل الجزء ده وتبدا تغيره وتشوف المشكله كانت في الرين جاسكت او المشكله فين بالظبط. يبقى البرايمري بارير بتاعك هو الاستريبر، السكندري بارير هو البي، التيرشري بارير بتاعك الشير اند سيل، وده بيكون في حاله الامرجنسي وده بقطع. طبعا دي بتبقى مشكله يعني، بس طبعا ده بيكون ايه؟ بتحافظ على حياه الناس يعني. الستاك يا جماعه
ده بنقول عليه ستاك. يعني ستاك يعني الاستريبر مع البي مع الـ مع البي او بي مع الشير اند سيل مع الانولر، كل ده على بعضه بنقول عليه ستاك. ستاك مجموعه اكتر من جزء يعني. خلاص يا جماعه مهم جدا ركزوا معايا، لما انت تكون شغال في الهاي بريشر ويل ممكن تستخدم تو بارير، لما تكون شغال في اللو بريشر ويل لو انت شغال على بير ضغطه قليل مسموح لك ان انت تستخدم تو بارير، اتنين بارير. اما في الهاي بريشر ويل لما يكون عندك بير ضغطه عالي او بير جاز ويل او في بير غاز او اتش تو اس لازم تستخدم ثلاثه بارير. خلاص يا جماعه؟ يعني انت هتلاقي بعض الشركات في العراق كتير جدا ما بيستخدموش الشير اند سيل، لو الناس اللي شغاله في الحقول هتبقى فاهمه كلامي، او اول ما تروح الاول فيلد غالبا انت ما تيجي تروح في معظم هتلاقيهم معاه ستريبر ومعاه البي او بي بس، ده مش هتلاقيه موجود. ده لان طبعا ده بفلوس انا فانا ممكن اطلبه او ممكن ما اطلبوش، بس انا بقول لك لو عندك بير هاي بريشر لازم تستخدم ثلاثه بارير، لو بير جاز لازم يو ماست الاي بي اي او الستاندر يو ماست يكون معاك الثلاثه بارير. يبقى قلنا في الهاي بريشر لو انت ملاحظ هنا ده هاي بريشر ستاك بيقول لك حاطط مين؟ حاطط ستريبر، ومش حاطط كمان ستريبر واحد، ده حاطط اثنين ستريبر دول ستريبر، حاطط واحد وحاطط اثنين، هقول لك ليه دلوقتي. وحاطط البي او بي اهو اللي هو رقم اربعه اللي هو رقم خمسه، وحاطط مين؟ الشيرن سي. خلاص؟ شوف بقى هنا في اللو بريشر، لا في اللو بريشر هتلاقيه عامل لك علامه اكس او خطا حوالين مين؟ حوالين الشيرن سي، يعني حاطط بس حاطط ستريبر واحد وحاطط البي او بي بتاعه. يبقى احنا قلنا لو انت عندك هاي بريشر ويل لازم يبقى عندك ثلاثه بارير، لو عندك لو بريشر ويل هتستخدم ايه؟ تو بارير. زي ما انت شايف هنا في الستاك مزود الشير اند سيل، في الهاي بريشر بيستخدم الشير اند سيل. طيب نبدا نبص كده، يعني ادا الاستريبر يا جماعه، ده الاستريبر شايفينه؟ شايفينه في الرسمه موجود فين؟ اهو موجود مباشره تحت فين؟ تحت الانجكتور هنا. قلنا ده بيعمل ايه؟ قلنا بيعمل دايناميك سيل، بيقفل، هو عباره عن رابر، شايفين؟ هو رابر اليمنت. الرابر اليمنت ده بيضغط حوالين كول تيوب، شايف في الرسمه؟ ادي الكول تيوب اهي بتاعتك اللي هي الواحد ونص، هو بيضغط عليها، بيعمل ستريبنج اراوند الكول تيوب. طيب طبعا فلو في اي بريشر جاي هو هيحصل له ايه؟ هيعمل له هولد. خلاص يا جماعه؟ طبعا كل قلنا الاكتيفيشن بتاع الاستريبر او الرابر اليمنت ده بيتم ازاي؟ بيتم بالهيدروليكس، كله بالهيدروليكس، انت بتتحرك من كنترول كابن تزود الاستريبر بريشر يبدا يضغط على ايه؟ الرابر. في منه اربع انواع يا جماعه، الاستريبر ده في منه اربع انواع. او اشهر نوع يعني اللي انت هتلاقيه بنسبه 90%، يا ريت الناس اول ما هتروح اول فيلد او هتبص لزياره يا ريت يحاولوا يشوفوا الحاجات اللي انا قلت عليها دي. يبقى روح بص كده شوف الاستريبر اللي موجود نوعه ايه، هتلاقي اشهر غالبا بنسبه كبيره جدا هتلاقي النوع ده، لان ده يعني مور ريابل او الاوبريشن بتاعته اسهل، اللي هو النوع اللي هو اسمه سايد دور. يبقى انت عندك اول نوع اللي هو السايد دور، النوع الثاني بنقول عليه تاندم، والتاندم هو نفسه سايد دور، لو انت ملاحظ في الرسم هما الاثنين زي بعض بالظبط، فرق بس في الكونكشن ده. النوع الاولاني او اقدم نوع اللي هو الكونفنشنال، وده ما بيستخدمش بشكل كبير، والنوع الرابع اسمه الراديال. يبقى انت عندك اربع انواع من الاستريبر او البرايمري بارير بتاعك، النوع الاولاني اللي هو الراديال، النوع الثاني اسمه التاندم، والنوع الثالث الكونفنشنال، وعندك السايد دور. الميزه الوحيده في قلنا الكونفنشنال ده نوت يوزد بشكل كبير، لكن هو في ميزه واحده بس. ميزه واحده ايه؟ اللي احنا بنقول عليها يا جماعه ويل بور بريشر اسيست او ويل هيد بريشر اسيست. يعني ايه؟ يعني ضغط البير نفسه بيساعد في عمليه السيل، يعني الضغط اللي جاي من البير بيخلي لك الرابر ده يضغط اكتر ويعمل سيل معاك، ودي ميزه. تخيل انت كل ما البريشر يكون عالي من البير، هو اصلا انا مش يعني الضغط بتاع البير ده بيضغط اكتر ويخلي لي عمليه السيل تكون اكبر. ليه؟ لو انت بصيت على الحركه، اصلا الحركه بتاعت البيستون بتاعت الرابر دي بتتم من تحت لفوق. يعني الحركه ازاي؟ المفروض هنا في حاجه اسمها الباكينج بورد، شايفينه يا جماعه؟ اهو اللي هو الكلوجر ده، المفروض انا بضخ الهيدروليك من هنا اللي هو الباكينج بورد. الباكينج بورد ده بيضغط على مين؟ بيحرك لك البيستون ده. البيستون ده بيتحرك، ما انا عمال اضخ هيدروليك، الهيدروليك ده بيضغط على البيستون، يبدا يزق لي البيستون ده. فلما بيزق لي البيستون بيقوم محرك لي البريس اللي تحت دي
البريس دي بتقوم عامله لي بوشنج، بتقوم رافعه لي مين؟ الانرجايزر. الانرجايزر ده يقوم ضاغط على، يضغط لك على الاستربر اليمنت. يعني ببساطه خالص الحركه بتتم من تحت لفوق، فاهمين؟ الحركه بتاعت الانرجايزر بتتم من تحت لفوق، فمعنى كده ان ضغط البير بيساعد معايا، عشان كده بقول عليه الويل بور او الويل هيد بريشر بيساعد معايا ويل اسيست. دي ميزه، لكن مشكلته بقى في عمليه الريبير. افرض حصل بعد فتره من الوقت الرابر اليمنت بتاع الاستريبر ده هيحصل له وورن اوت، هيخرب معاك، هيبدا يتاكل ويحصل فيه كراكس، تمام؟ فانت محتاج ان انت تغيره. فانت حضرتك هتغيره ازاي؟ هتضطر لازم تفك الجزء الفوقاني ده، هياخد معاك وقت تقريبا. الريدريسنج تايم بتاعه، الريدريسنج تايم بتاعه بياخد حوالي من 45 لساعه. لكن النوع الثاني اللي هو السايد دور ده بياخد بالظبط الريدريسنج تايم بتاعه، عشان كده قلت لك ده اكتر واحد كومن. ده بتستخدم 5 دقائق او 10 دقائق، لان هو في دور هو اسمه سايد دور، انت بتفتح البوابه وبتبدا تغير الرابر، بيكون قدامك بتبدا ايه؟ تغيره. فاهمين يا شباب؟ بتفتح البوابه اللي هنا دي وتبدا تغير الرابر بتاعك. يبقى النوع الاولاني الكونفنشنال قلنا الميزه بتاع الحركه بتاعته بتتم من تحت لفوق، وضغط البير وضغط البير بيساعد معاك، لكن بياخد وقت شويه في عمليات الريدريسنج، بياخد حوالي ساعه. اما السايد دور، السايد دور لا، بياخد الريدريسنج تايم بتاعه 5 دقائق بس. بس الحركه بتتم منين؟ الحركه بتتم من فوق لتحت. يعني انا بحرك البيستون، بحركه منين؟ من فوق، بضخ انا الهيدروليك فلويد او الباكنج بورت من فوق، وابدا ايه؟ احرك البيستون، البيستون يحرك لي مين؟ يحرك لي الحركه نفسها دي كلها لحد ما يضغط على الاليمنت، بيكون من فوق لتحت، عشان كده ضغط البير مش بيساعد، لان اصلا انا بعمل حركه من فوق لتحت، يبقى ضغط البير ايه؟ مش بيساعد. عشان كده بقول الويل بريشر دازنت هيلب، مش بيساعد معايا، والريزيستنج تايم بتاعه بياخد ايه؟ 5 دقائق. طب افرض لو انا عايز احط اثنين، انا مش عايز استخدم سايد دور واحد، انا مش عايز استخدم ستريبر واحد، فعايز استخدم اثنين، خلاص بستخدم النوع التندم. هو التندم هو بس هو هنا في كونكشن عشان اركب اثنين، فاهمين؟ اخد ده احطه فوق ده بس، فبقول عليه تندم. يبقى التندم اللي هو نفس السايد دور بس في كونكشن، لما اكون عايز استخدم دول ستريبر، عايز استخدم اثنين ستريبر، وده طبعا بيكون حسب البوليسي بتاع الشركات. ويعني الاي دبليو سي اف او اليوروب بوليسي تقول لك لا، لازم جماعه بتوع البي بي او هو يقول لك انا عندي مش مهم احط ستريبر تاني، بس انا عايز يبقى عندي اثنين بارير، لان لما يكون عندك اثنين ستريبر هتخلي واحد، هتخلي اللي تحت مش شغال. يعني انت لو عندك اثنين ستريبر، شايفين يا جماعه الاثنين ستريبر، ايه اللي بيحصل لما يكون عندي اثنين ستريبر؟ ده بيخلي اللي تحت ده مش شغال. يعني ايه مش شغال؟ بيخليه مفتوح نون اكتف، وبيخلي الاستريبر اللي فوق ده هو اللي شغال. طب افرض حصل عندي ليك، افرض حصل عندي ليك في الاستريبر، يعني افرض انا الوضع الحالي دلوقتي انا شغال وقافل الاستريبر اللي فوقاني بس هو اللي عامل سيل، الاستريبر اللي تحت ده انا سايبه مفتوح نون اكتف. افرض حصل عندي ليك في الاستريبر ده، الاستريبر ده بيليك، هعمل ايه؟ المفروض انا هقفل البي او بي اللي تحت، وكمان هقفل الايه؟ الاستريبر اللي تحت. ففي الحاله دي اصبح عندي اثنين بارير، يبقى ده مور سيفتي. عشان كده في بعض الستاندر يقول لك لا، استخدم اثنين استريبر. شباب سامعين يا شباب؟ اي نعم استاذ وليد.
طيب يبقى قلنا الفرق بينهم ان هو الفلانشات ال 6 بي اكس، ال 6 بي اكس بتكون فيس تو فيس، اما الفلانشز اللي هي ال 6 بي بيكون في ستاند اوف او في مسافه بينهم. الفلانشات اللي بتحتاج تربيط، النوع الاولاني ده بيحتاج تربيط كل فتره، اما الفلانشات دي مش محتاجه تربيط. الميزه بتاعت البي اكس الرينج اسكت اللي هي البي اكس والار اكس بنقول عليها بريشر انرجايز. يعني ايه بريشر انرجايز؟ يعني ضغط البير بيساعد، عشان كده بيفضل ان انا استخدم النوعين دول يا جماعه. اما الار ما هياش سيلف بريشر انرجايز، عشان كده نوت ريكومندد ان انا استخدمها. طيب حضرتك هنبدا نتكلم على البي تي ايه. البي تي ايه بتاعت الكوتيوب، اي بي تي ايه حضرتك هتشوفها، اي بي تي ايه لو رحت اي مكان في العالم على دريلنج ريج او ورك اوفر ريج او ريجليس اوبريشن، اي بي اتش اي في العالم لازم هتكون فيها الاجزاء دي. المفروض شود بي، يعني لازم تكون فيها كل الاجزاء من واحد لحد كام، المفروض لحد سته. كل الاجزاء دي بتتكرر، طبعا بيكون معاك الكوتيوب ومعاك الكونكتور، وبعدين لازم يكون معاك التشيك فالف، اثنين تشيك فالف بنقول عليه دبل فلابر تشيك فالف، لازم يكون معاك تشيك فالف 1 وتشيك فالف 2 وهيدروليك ديسكونكت وسيركيوليتنج صب. طبعا بعض الشركات بالذات بعض الشركات الصينيه او الشركات يعني اللي مش يعني ما اعرفش بتقول منه بنقول عليها لو ستاندرد، ممكن ما يستخدموش الاثنين اللي تحت دول. طبعا ده مش صح، لان انت لو حصل معاك ستك هتتحل ازاي؟ المفروض البي اتش اي بتاعتك يكون فيها الكونكتور، الكونكتور طبعا لازم يكون موجود معاك، لان الكول تيوب يا جماعه الكول تيوب كلها بتبقى حته واحده كونتينوس سترنج، فانا عايز ابدا اربط البي اتش اي، فاهمني؟ فلازم يكون معاك كونكتور. طيب البارير بتاعي، احنا قلنا كل الباريرز اللي انا عمال اتكلم عليها دي، الاستريبر والبي او بي والشير اند سيف، كل ده ايه؟ من بره، تبقى قافله حوالين الكول تيوب منين؟ من بره. انا عايز، انا محتاج ان انا يكون عندي انترنال بارير. تخيل انا شغال على اللايف ويل، ايه اللي مش ايه اللي مش هيخلي لي الفلويدز يطلع يدخل جوه الكول تيوب؟ فاهمين يا شباب؟ يعني انت نازل جوه بير، والبير ده فيه بريشر، في 1000 بي ساي 5000 بي ساي، ايه اللي مش هيخلي لك البريشر ده الويل فلويدز تدخل جوه، تدخل جوه الكول تيوب؟ فلازم يكون معاك انترنال بارير، انترنال بارير، ولازم يسمح لك، لازم يبقى تشيك فالف يسمح ان انا اضخ من خلاله لكن ما يرجعش، فاهميني؟ يعني وان واي، وان واي فالف او تشيك فالف يسمح ان انا اعمل بامبنج ثرو زي الباك بريشر فالف بالظبط، يسمح ان انا اضخ لكن يبقى في بوابه او فلابر، لكن لو اي بريشر جاي من تحت يقوم قافل. يبقى ده الانترنال بارير بتاعي اللي هو مين؟ الدبل فلابر تشيك فالف، او مش لازم يكون فلابر يعني، بس طبعا اشهر نوع اللي هو الفلابر زي ما هتشوف. يبقى لازم يكون معايا كونكتور وتشيك فالف 1 وتشيك فالف 2، ولازم يكون معايا هيدروليك ديسكونكت وسيركليتنج سب. ودول لازمتهم ايه يا جماعه؟ افرض حضرتك استقيت، افرض وانت شغال افرض عندك ساند او سكيل او وات ايفر يعني، وحصل استق. يعني ايه استق يا جماعه؟ يعني حصل عندك مثلا كولابس او في اوفر بيردن او باك اوف، بنقول عليها باك اوف او بريدجنج، يعني الهول او البير او حصل ايه اكوميليشن او تجمع للساند حوالين مين؟ حوالين الكول تيوب. فانت نازل جيت تطلع ما انتش قادر تطلع، تبدا تشد تلاقي تاخد ايه الويت عمال يزيد معاك، التنشن بيزيد معاك، في حاجه ماسكه الكول تيوب. طيب حضرتك هتعمل ايه؟ لو مش معاك السيركليتنج هيدروليك ديسكونكت مش هتعرف تعمل حاجه، ولا السيركليتنج سب، هتضطر ان انت بقى تقعد تشتغل اب اند داون اب اند داون، ممكن تشتغل لحد ما الكول تيوب تقطع في حته، لكن ده هيدي لك ميزه. الهيدروليك ديسكونكت بيدي لك ميزه ان انت تعمل ديسكونكت، هو اسمه ديسكونكت، هيدروليك ديسكونكت. الفكره كلها ان ده بيكون زي ما نشرح، بيكون في شير بن، انت المفروض بتقوم رامي كوره، بتقوم رامي بوله. طبعا انت الاول مش يعني بتعمل المحاولات بتاعتك كلها، لان طبعا لو انت عملت ديسكونكت الجزء اللي تحت ده هيفضل ايه؟ البي اتش اي بتاعتك هتفضل تحت، تطلع بس بالجزء الفوقاني. فانت طبعا بتعمل كل المحاولات بتاعتك، وفي الاخر خالص لو ما حلتش بتعمل ايه؟ بتعمل ديسكونكت. المفروض ان انت بترمي بوله الاول بتحاول تعمل سيركيليشن، تحاول تعمل سيركيليشن عن طريق السيركيليتنج صب ده زي ما هتشوف. بترمي بيكون عندي اثنين كوره، كوره صغيره بوله صغيره وبوله كبيره، بترمي البوله الصغيره، المفروض البوله الصغيره دي بتفتح لك هنا في بورد اسمه سيركليتنج ايه صب،
تفتح لك البورت وتبدا تسيركل. فلما انت تفتح البورت اللي هنا ده زي ما هنشوف تبدا تسيركل في الحته دي. والله لو حصل لما انت بتسيركل يعني بتنشط، بتحاول تنظف او تعمل كليننج للي ستك، وبتبدا تشد تعمل بول. لو طلعت معاك اوكي، ما طلعتش خلاص بتعمل البول الثانيه السكند بول وتعمل ديسكونكت. هتتضح معاك ليه؟ كمان شويه. يبقى اللي انا عايز افهمه لك ان الجزء اللي هو الكونكتور والدبل فلابر شيك فالف والهيدروليك ديسكونكت والسيركت انصاب دول ثابتين معاك، يعني دول ثابتين في اي بي اتش اي. اللي هيجي تحت بقى ده بتغير، فاهمين؟ يعني الجزء ده كله ثابت، اللي تحت بقى ده بتغير. يعني لو انا هنزل احفر احط ماتور، لو انا هحفر هجيب ماتور ومل او ماتور وبت، فاهميني؟ لو انا نازل احفر، طب لو انا نازل اعمل اضخ اسيد هحط نوزل. يبقى فاهمين يا شباب؟ يبقى البي اتش اي اللي تحت، الجزء اللي تحت ده بيعتمد على حسب الاوبريشن، لكن الجزء الفوقاني ده ثابت معاك. يبقى الكونكتور والدبل فلابر تشيك فالف والهيدروليك ديسكونكت والسيركيتنج سب دول ثابتين معاك. بعد كده البي اتش اي على حسب الايه؟ يعني هنا مثلا حاطط كونكتور ودبل فلابر تشيك فالف او دبل باك بريشر فالف وهيدروليك ديسكونكت والسيركيتنج سب دول ثابتين معاك. بعد كده حاطط ماتور ومال. ادي زي ما حضرتك شايف ده الدبل فلابر تشيك فالف، هو فلابر في بوابه فبقدر اضخ من خلاله، لكن اول ما بوقف البريشر او اما الضغط بتاع البير يكون عالي ايه اللي هيحصل؟ الفلابر ده هيقوم قافل. فاهمين يا شباب؟ ضغط البير اصلا هو لما يكون في ديفرنشال بريشر، يعني الضغط تحت اعلى من الضغط فوق، ايه اللي هيحصل؟ يعني اول ما اوقف البمب ايه اللي هيحصل؟ ضغط البير هيخليه يقفل. خلاص يبقى ده الانترنال بارير بتاعي. ماشي يا شباب؟ عشان كده والنوع ده انا بستخدم، بيفضل ليه معظم الشركات اذا كان 99% بتستخدم النوع ده، لان في انواع ثانيه، في نوع بول، في نوع اسمه دارت، وفي نوع اسمه دوم. معظم الشركات بتستخدم الفلابر ده ليه؟ عشان اقدر انمي بوله. الفلابر ده ممكن دريفت ديسكونكت سيركيتنج سب دول عشان افتحهم يا شباب، عشان اخليهم يشتغلوا لازم ارمي كوره، لازم ارمي بوله ارميها مين. بيبقى في مكان كده عند على السوق اسمه بول لاونشر، مكان بحط فيه البوله وببدا اعملها بامب، مش برميها يعني بزقها، لا يعني بيبقى لها مكان وبحطها وبعدين ببدا اضخ فلويد لحد ما البوله دي تنزل. بيسمح بحركه بنزول البوله، النوع ده هيسمح ان الكوره تعدي، لكن الانواع الثانيه مش هتسمح. عشان كده بيميز النوع ده اللي هو الموست فريكوانت يوز، هو بيقول لك النوع ده هو موست فريكوانت يوز. ليه؟ لان بيسمح ان انا ارمي البوله. فاهمين يا شباب؟ هذا شكل الكونكتور. الكونكتور ده اللي هيكون موصل لك الكول تيوب، اخر جزء في الكول تيوب، وبعدين البي اتش اي. يبقى هو بيتربط اراوند البي اتش اي او بيثبت اراوند البي اتش اي، وبيكون في سن. بعد كده بربط بعد كده الدبل فلابر تشيك فالف، وبعد كده بربط الايه؟ اعمل كونكتنج للسيركوليتنج للهيدروليك ديسكونكت والسيركوليتنج سب والبي اتش اي بتاعتي. خلاص يا شباب؟ الكونكتور في منه انواع كثيره جدا، في من الرولين والجرابل والدمبل على حسب الابلكيشن بتاعتك. يعني لو انت هتعمل هيفي ابلكيشن هتستخدم الجرابل، لو معاك مثلا فيشنج اوبريشن، لو انت بامبل ممكن تستخدم الرولين. يعني طريقه تثبيت الكونكتور بتختلف يا جماعه. ماشي؟ طيب ادي شكل مين، وده النوع اللي ده البول. شوف النوع ده نظام بول. خلاص يا جماعه، المفروض ان ضغط البير بيقوم زي لك البوله حوالين، يعني هنا في بول وهنا في سيت اهو. طول ما انت بتضخ عادي الفلويد بتاعك يخش من هنا، ما فيش مشكله. اول ما توقف البامب البوله الضغط البير بيقوم رافع لك البوله، تقوم عامله لك ايه؟ تقفل لك الفال. بس احنا قلنا طبعا ده مش هيبقى محبب بالنسبه لي، لان انا اصلا مش هرمي بوله، ما هو اصلا هو جواه في بوله، فانا مش هعرف ارمي بوله، عشان كده نتركه من ده. لكن النوع اللي شايف هنا ده النوع اللي هو الفلابر. فلابر ما فيش مشكله، ابدا اشتغل عادي، اعمل بامبنج عادي ما فيش اي مشكله. اول ما اوقف البامب الفلابر بيقفل معايا، يبقى ده الانترنال بارير بتاعي. طيب في انواع ثانيه زي ما قلت لك، الدارت والدوم والبول، لكن ان انت هتلاقي 90% في الابلكيشن بتاعتك ده اللي هو الايه؟ فلابر. زي ما انت شايف شكله هو في فلابر من جوه. طيب اللي هو زي ما قلت لك الهيدروليك ديسكونكت. الهيدروليك ديسكونكت دي يا جماعه قلنا كوره،
شايفين؟ برمي كوره ويبقى هنا في شير بين. طبعا قلنا بعمل الكلام ده ما اعملوش امتى الا بعد ما استوفي كل المحاولات بتاعتي. يعني ايه؟ يعني بستوفي كل المحاولات، يعني بشتغل ببدا اعمل لازم الاول اسرق. شايفين زي ما قلت لك في اتنين كوره، كوره كبيره اهي كوره صغيره، المفروض الاول ان انا بحاول اعمل سيركوليشن، برمي الكوره الصغيره الاول اللي هي دي. طبعا الكوره الصغيره هتعدي من هنا مفيش مشاكل، هتقعد في المكان بتاعها. لما بتقعد في السيت بتاعها ببدا ارفع البريشر، البريشر هيبدا يرفع معايا. عند بريشر معين الشير بين ده هيتكسر، في مسمار هنا هيتكسر، لما المسمار ده هيتكسر هيحصل كوميونيكيشن، ابدا اسركل، اسركل في الحته دي. والله سركلت وحصل وابتديت انظف واهيج، اعمل اجيتيشن او اهيج الساند وانظف حوالين الستاك، وقدرت اطلع الحمد لله. ما قدرتش ارمي الكره الثانيه، اما ارمي الكره الثانيه الجزء اللي تحت ده ده برضه هنا في شير بين، في مسمار، المسمار ده ليه شير فاليو هيتكسر، بعد كده اطلع بالجزء الفوقاني. فاهمين يا شباب؟ زي ما انت شايف هنا بيرمي الكوره من البول لاونشر، الكوره بتقعد على البول سيت بتاعها وبيبدا الشير بين المسمار، شايف المسمار ده بيتكسر حتتين، ساعتها ابدا اطلع بالجزء اللي ايه اعمل بيك اب او اطلع من. يعني انت بترمي الكوره وبتعمل وبترفع بريشر لحد ما الشير بين يتكسر ويحصل له شيرنج، وبعدين تبدا تطلع من الجزء الفعلي. خلاص يا جماعه السيركليتنج صب زي ما موجود هنا، شايفين ارمي الكوره، الكوره بتقوم ايه؟ تقوم بقى نفس القصه بتفتح لي البورت ده، الشير بين بيتكسر. بس طبعا المفروض الترتيب زي ما قلت لك، الترتيب الاول ان انت بتشتغل سيركليتنج الاول، ما تروحش على الشير مباشره. الترتيب ان انت الاول بترمي الكوره دي تاكتف السيركليتنج صح، وبعدين لو ما جابش معاك نتيجه بتاكتف الشير بتاعك. ده الماتور يا جماعه، ده شكل الماتور، بيبقى روتور وستيتور، جزء روتور متحرك وستيتور. خلاص هو واخد شكل الهيليكال الحلزوني ده. طبعا ده انا بحركه ازاي؟ بحركه بالفلويد، لما انا بضخ فلويد مفيش حاجه بتتحرك خالص، كل تيوب كلها ثابته، مفيش اي حاجه بتتحرك الا الجزء ده بيتحرك، ولا اللي بيتحرك بس الماتور. الماتور لما هيتحرك الروتور ده هيتحرك، فاهميني؟ هيبدا يتحرك، هيقوم لفف لمين؟ هيلفف للبت. ده طبعا ده لو انا عايز اعمل ايه؟ لو انا عايز لو انا عايز اعمل ميلنج يعني. طيب مهم جدا حضرتك ازاي تعرف تعمل تيستنج على الكول تيوب. الكول تيوب نفسها، الكول تيوب نفسها اللي هي البايب دي، البايب نفسها الكول تيوب نفسها دي اللي هو ال 20,000 قدم او ال 5,000 متر، ازاي اعمل عليهم تيست؟ يعني ازاي اعمل عليهم بريشر تيست؟ ازاي اعمل بريشر تيست على الاستريبر قبل ما اشتغل؟ ازاي اعمل بريشر تيست عليهم قبل ما اشتغل؟ ازاي اعمل بريشر تيست على البايب رام؟ ازاي اعمل بريشر تيست على البلايند رام؟ فاهمين يا شباب؟ ازاي اعمل تيست على الدبل فلابر شيك فولف؟ بصوا ببساطه خالص، كله بعمل له تيست ان انا بضخ داخل الكول تيوب، ما عدا بس البلايند رام. يعني لو انا عايز اعمل تيست على الكول تيوب نفسها، لو انا عايز اعمل تيست على الكول تيوب نفسها، يكون عندي بام ببدا اضخ داخل الكول تيوب، بعبي الكول تيوب كلها، وبيكون في نهايه الكول تيوب هنا حاجه اسمها تيست كاب او تيست بلج. خلاص بحط بلجه او تيست كاب وارفع بريشر، يعني انا بسد الكول تيوب بس من الاخر وابدا ارفع بريشر تيست. ده بنعمله قبل ما في بدايه الشغل، ما ينفعش اجي اشتغل والكول تيوب فيها ليك او فيها بين هول، فاهمني؟ فلازم اعمل عليها بريشر تيست. بعمل عليها بريشر تيست ازاي؟ زي ما قلت لك في الاول خلاص قبل ما نشتغل بنركب وبنعمل ريجا بالجزء الفوقي اللي تحت ده البي سي اي بتاعتنا، ونيجي بالكرين. الكرين بيكون طبعا دي ممكن اعملها بعيد شويه على البير، يعني مش لازم فوق الكريسماس تري مباشره، وبحط التيست كاب بتاعتي وابدا ارفع بريشر. خلاص يبقى انت كده عملت بريشر تيست على مين؟ على الكول تيوب. يبقى لما اجي اقول لك بنعمل تيست على البريشر تيست ريلي ازاي، بعمل بريشر تيست ان انا بضخ سرور كويل واجينست التيست كاب او التيست بلاد. طب افرض حضرتك عايز تعمل تيست على، خلينا الشير، عايز تعمل تيست على الاستريبر، تمام يا جماعه؟ لو حضرتك عايز تعمل تيست على الاستريبر، شايفين الاستريبر؟ الاستريبر ده عايز اعمل تيست عليه، لازم حضرتك تكون برضه بتضخ داخل الكول تيوب برضه، بس طبعا بتكون وصلت، بتكون عملت الريجب بتاعك، يعني يعني عملت الريجب بتاعك، عملت ركبت الستاك بتاعك كله كامل، الشيران سيل والبي او بي والاستريبر جاهز، وبتبدا تضخ داخل الكول تيوب. خلاص
وتقوم قافل مين، كله بيكون مفتوح الوقت، يعني انت بتضخ من هنا كده وقافل مين، وقافل انت البلوفه بتاعتك، قافل الماستر فالف، وقافل السواب، ده مقفول. فانت ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ده كله ده يتعبى، وهيبدا ايه البريشر يعبي مين، يوصل لحد الاستريبر. يبقى انت كده بتعمل تيست على الاستريبر من تحت برضه، ده كانك بتعمل انفلو تيست، فاهمين يا شباب؟ يبقى لما اجي اعمل تيست على الاستريبر برضه بضخ منين؟ بضخ ثرو الكويل برضه. يبقى لما اجي اعمل تيست على الكويل تيوب نفسها بضخ داخل الكويل، لما اجي اعمل تيست على الاستريبر بضخ برضه داخل الكويل. طب عايز اعمل تيست على البلايند رام، على البايب رام، البايب رام اللي تحت دي برضه بقوم قافلها، نفس القصه بقوم قافلها واشوف واعمل لها انفلو تيست، فاهميني؟ يعني انا بقفل البايب رام وطبعا بكون رفعت البريشر بتاعي، واقوم ايه واقفل البايب رام واعمل انفلو تيست، ابلد البريشر شويه، اخلي البريشر هنا 200 بي اس اي واشوف البريشر بتاعي هينزل ولا لا. يبقى لما اجي اعمل تيست على البايب رام او الاستريبر او ال او الكول تيوب او حتى الشيك فالف، كل دول بعمل بضخ داخل مين؟ بضخ داخل الكول تيوب. الوحيد اللي انا لما اجي اعمل له تيست داخل عليه اللي هو الشير اند سيل او البلايند، بضخ من على الكيل، بيكون عندي كيل وينج بضخ من عليه، ما ينفعش اضخ داخل الكول تيوب، فاهمين يا شباب؟ بضخ من على الكيل وينج، بيكون عندي هنا فالف ممكن اضخ ايه من خلاله. او نفس القصه برضو لو عندي هنا، لو انا عايز اعمل تيست على البلايند رام نفس القصه، ممكن اضخ منين؟ من على الكيل لاين، وابدا اعمل تيست على الايه؟ على البلايند رام، فاهمين يا شباب؟ يبقى انا لما اجي اعمل تيست على البلايند رام بضخ من على الكيل لاين، لما اجي اعمل تيست على الشيرن سيت بضخ من على الكيل لاين، لكن الباي برام والستريبر والكول تيوب بضخ داخل الكول تيوب. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل تيستنج على كل الباريرز بتاعت الكول تيوب. يعني احنا بقى لنا ما عادش في وقت هنتكلم، بس في حاله لو حصل عندي بقى ليك هعمل ايه؟ يعني لو حصل عندي اللي هي المشاكل، لو انا شغال اللي احنا بنقول عليها الامرجنسي. بص يا جماعه، لما يحصل لو انت شغال وحصل عندك ليك، قلنا لو انت شغال وحصل عندك ليك في الاستريبر هتعمل ايه؟ لو انت شغال وحصل عندك ليك في الاستريبر مفيش مشكله، هتقفل ايه؟ الاستريبر ده بيليك خلاص، مفيش مشكله. قلنا هنقفل مين؟ هنوقف حركه. لو حصل عندك ليك في الاستريبر هتعمل ايه؟ هتوقف حركه. قلنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنزود الاستريبر بريشر، وخلاص ما وقف زودنا الاستريبر بريشر وما منعش الليك، بوقف الحركه وبقفل السليب رام وبقفل البايب رام، وقلنا لو عندنا لوور ستريبر بقفله واعمل انفلو تيست وابدا اغير الاستريبر، مفيش اي مشكله. خلاص يا جماعه؟ طب افرض حصل معايا ليك في الكول تيوب نفسها، افرض الكول تيوب نفسها يا جماعه بتلاقي، افرض الكول تيوب نفسها هي اللي بتلاقي، اعمل ايه؟ لو الكول تيوب او خلينا ناخد الحاله اللي عندك، امتى استخدم؟ شايفين فاكرين لما انا قلت لكم امتى استخدم الشير اند سيل؟ امتى اقطع؟ قلنا لو حصل عندي ليك تحت الكول البي او بي، لو حصل عندك ليك تحت البي او بي، يعني هنا حصل ليك في الرايزر ده، شايفين؟ لو حصل عندك ليك في الرايزر، انت لو قفلت الاستريبر هو الاستريبر كده كده قافل، مش هيعمل لك الليك برضه ستيل موجود، ولو قفلت البي او بي برضه الليك ستيل موجود، يبقى اي ليك بيحصل تحت البي او بي ما قدامكش حل ان انت لازم تقطع. فاهمين يا شباب؟ اي ليك هيحصل تحت البي او بي الجزء ده كله لازم حضرتك تقطع، سواء بقى في الرايزر، سواء في البي او بي نفسه، سواء في الفلانشة اللي هنا، سواء في الكونكشن اللي هنا، لازم حضرتك تقطع بالشير اند سيل. هو هنا اللي عمله، بيقوم قاطع بالشير اند سيل، هنا قطع اهو، شايفين؟ قطع بالشير اند سيل. طبعا لما بيقطع ايه اللي بيحصل؟ خلاص انت قفلت، ده قفل والكل واللي حصل والكل تيوب هيقع جوه البير، الجزء ده هيحصل له دروب جوه البير، ساعتها حضرتك تقدر تقفل الايه؟ الابر ماستر السواب والابر ماستر بار، وطبعا هتبدا تحل. طبعا هتعمل ايه بعد كده؟ يعني انت لو حصل عندك ليك تحت البي بي، كل اللي حضرتك هتعمله هتقطع بالشير اند سيل، ما قدامكش حل تاني، هتقطع بالشير اند سيل، كل تيوب هيقع جوه البير، وبعدين حضرتك هتبدا تقفل السواب والابر ماستر فال. خلاص يبقى انت كده عندك الشيرن سيل قافل، وعندك البي الكريسمس سيل قافلها، ساعتها تبدا تبلد البريشر اللي هنا وتحل بقى المشكله اللي عندك، وبعد كده هتخش في موضوع هتقتل البير، لازم تقتل البير وبعدين تخش
او هتخش بقى تعمل ايه، فيشنج اوبريشن، لازم تنزل تصطاد كل تيوب اللي وقعت عندك. يبقى لو عندك ليك تحت الوي بي هتستخدم الشير اند سي، خلاص. لو عندك ليك في الاستريبر مفيش مشكله، هقف اوقف حركه واقفل اللي هو سد الاستيبل بايب رام واحل الليك. طب ايه افرض بقى حصل عندي في كول تيوب نفسها، كول تيوب نفسها هي اللي بتلاقي، هعمل ايه؟ لو حصل عندي بين هول في الكول تيوب، او مره انا حصل معايا تقريبا من 10 سنين الكول تيوب، ممكن اوريك الصور يعني لو في وقت، الكول تيوب نفسها اتقطعت. الكول تيوب يعني مش ممكن يحصل عندك الكول تيوب اتقطعت بالظبط اللي حصل معانا، كان معايا شرامبر جيري، الكول تيوب اتقطعت هنا بين الجزنك وبين الريب، هتعمل ايه؟ طبعا لحسن الحظ كنا في نهايه الجوب، يعني كنا خلصنا الجوب، كنا خلصنا الاسيد تريتمنت وبنضخ حاجه اسمها البوست فلاش، يعني خلصنا الجوب، يعني خلصنا بامبنج والمفروض بعد كده هنعمل بول اوت، او كنا بنعمل بول اوت اعتقد، او كنا بنعمل بول اوت، وتقريبا كان الدبس 2000 قدم. المهم انت لو حصل عندك مشكله في الكول تيوب نفسها، احنا قلنا لو حصل عندي مشكله في الستاك تحت البي بي هقطع. طب افرض لو حصل عندك بين هول في الكول تيوب، بين هول يعني ليك او خرم في الكول تيوب، او ان هي اتقطعت بقت جزئين، حصل لها بارتد او سيبريشن، هتعمل ايه؟ لما يحصل معاك مشكله في الكول تيوب نفسها، الفاصل في الموضوع، مش احنا قلنا يا جماعه الكول تيوب نفسها المفروض هنا معانا مين؟ واحنا قلنا معانا المفروض معانا انترنال بارير، لو انت اللي هو الفلابر، مش احنا قلنا معانا تشيك فالف، المفروض ان التشيك فالف يكون قافل. يعني انت لو انت شغال وحصل مره واحده نتيجه الفيلير، نتيجه الاجادات، الكول تيوب دي اتخرمت، هيحصل ليك، المفروض ان الليك ده، لو المفروض الدبل فلابر تشيك فالف هيقفل بعد فتره، تلاقي الليك ده يقف. يبقى انت المفروض لما يحصل معاك ليك في الكول تيوب او الكول تيوب نفسها تتقطع، لازم تقف وتعمل بتعمل بتقيم الموقف، يعني لازم اشوف الدبل فلابر تشيك فالف قافل ولا مش قافل، اعرف ازاي ان هو قافل. هو خلاص انت اول طبعا ما المشكله بتحصل انت كده كده بتقف بامب، او مفيش اصلا بامبنج، انت هتقف، هتبدا تبص على الليك. الليك لو لا تخيل لو الدبل فلابر تشيك فالف مش قافل، يعني في مشكله بيليك، معنى كده ان ضغط البير كله هتلاقيه طالع عندك، هتلاقي الليك ده مش هيتوقف، عمال شغال، الليك شغال مش هيقف، ضغط البير كله هيطلع عندك، فاهمين يا شباب؟ يبقى اول حاجه هتقف وتاسس الموقف او تعمل ايفالويشن للكولابسيف كونديشن، وهتشوف الدبل فلابر تشيك فالف قافل ولا مش قافل. يبقى اول حاجه بتعملها ان انت بتوبزرف الشيك فالف ار هولدنج. لو الدبل فلابر شيك فالف قافل، افرض الدبل فلابر شيك فالف قافل، يعني ايه قافل؟ يعني خلاص الليك وقف، خلاص ما فيش مشكله. لو الدبل فلابر شيك فالف قافل، كل اللي حضرتك هتعمل ايه؟ هتعمل بول اوت. ما هو الدبل فلابر شيك فالف قافل كده كده، الاستريبر قافل من بره، الاستريبر عامل سيل من بره، انا ما عنديش مشكله في الاستريبر من بره، انا ما عنديش مشكله، المشكله عندي في كل تيوب نفسها. والله لو الدبل فلابر تشيك فالف قافل، خلاص هعمل بول اوت، هسحب، فاهمين يا شباب؟ هسحب، وبعد ما اسحب اعمل ايه؟ المفروض هتسحب بقى تغير الريل دي خالص، تعمل لها ريبليس. في بعض الناس تقول لك يوم قاطعين الجزء ده ومركبين كلام او يعمل كونكشن، المهم ان انت لازم تغير الكول تيوب لو حصل معاك ايه؟ بين هول، ومعاك بين هول واللي تشيك فالف قافل. طب افرض حصل معاك بين هول واللي تشيك فالف مش قافل، يعني نوت هولدنج، يعني انت حضرتك وقفت الكول تيوبنج، وقفت البامب وقعدت وبتعمل فلو تشيك، لقيت الليك عمال يزيد، حضرتك هتعمل ايه؟ حد كده يقول لي يعني ممكن نفتح باب الدسكشن؟ لو انت حضرتك شغال بتضخ اسيد او بتضخ اي فلويد، ومره واحده لقيت في ليك عندك هنا بين الجزنك وبين الريل، حضرتك تعمل ايه؟ قلنا هنقف وهنقيم الكونديشن. طب وقفت لقيت الليك ستيل موجود، الليك شغال، حتى لو قفلت البي او بي، ما هو الليك البي او بي هيقفل من بره، لو انا قفلت الباي برام مش هتعمل لي حاجه، في الحاله دي لازم اقطع، بس هقطع بمين بقى؟ هقطع ما اقطعش بده، مش احنا قلنا عندنا الشير اند سيل بتاع اللي هو التيرشر بره، لا اقطع بالشير اند سيل بتاع الكواد بتاع البي او بي. يبقى لو حصل عندي مشكله والدبل فلابر تشيك فالف مش قافل،
الدبل فلابر تشيك فالف مش قافل، يعني الليك شغال ساعتها اقطع بمين؟ اقطع بالشير اند بالشير بتاع الكوال. اقطع ازاي؟ ان انا هقفل برضه نفس القصه، هقفل اوقف الحركه، انا كده كده موقف الحركه، هقفل الستيب رام وبعدين اقفل الباي رام وبعدين اقطع، وبعد ما اقطع اطلع فوق شويه واقفل البلايند رام. خلاص يا جماعه؟ يبقى انت كده امنت البيئه. ماشي يا جماعه؟ لكن مش هينفع حضرتك تسحب، لان انت لو حضرتك سحبت طول ما انت بتسحب الليك هيفضل شغال، فاهمين يا شباب؟ هتقدر تسحب ازاي؟ ما الليك هيفضل شغال. طبعا الدنيا هتخرم عندك. لازم تقطع، هتقطع بالشير اند سيل بتاع مين؟ بتاع الكواد، وساعتها لازم تخش في فيشنج اوبريشن. نفس الكلام اللي انا قلته سواء معاك بين هول او بارتد هول. يعني لو معاك بين هول ده اسمه بين هول، او معاك بارتد هول، شايفين يا جماعه؟ ده نفس اللي حصل معايا بالظبط. ده اللي كان حصل معانا بالظبط بالظبط، ده في الحته دي اتقطعت. المفروض ان حضرتك برضو ما دام معاك مشكله في الكول تيوب لازم حضرتك تقف، لازم حضرتك تقف و تقيم الوضع، لازم تشوف الدبل فلابر شيك فالف قافل ولا مش قافل. في الحاله بتاعتنا، في الحاله اللي احنا الحاله اللي كانت موجوده معايا، الدبل فلابر شيك فالف كان قافل، كان عامل هولدنج. يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ لازم تسحب. بس هتسحب ازاي؟ ما انت عندك اصلا كول تيوب اتقطعت. الجزء ده بتسحبه عادي، ده هنا بيكون عندك متر او مترين مفيش مشكله، بتقوم لففه مع الكول تيوب. الجزء اللي تحت بقى ده، الجزء ده هتسحبه. ساعات بنقوم عاملين برضو كلام، بعض الشركات بتعمل حاجه اسمها دبل بين كون، بيبقى في حاجه اسمها دبل بين كونكتور، بيوصل تاني، بيرجع يوصلهم تاني، بيبقى في حاجه اسمها دبل بين كونكتور، بيوصل الجزء ده بالجزء ده تاني، بيوصلهم ببعض وبعدين يبدا يلمهم، يبدا ايه؟ يسحب الكول تيوب. وممكن احنا في الحاله اللي احنا استخدمناها سحبناه بفورك ليفت وشدناه بره خالص. اللي انا عايز اقول لك ان انت لو حصل معاك مشكله في الكول تيوب، لو حصل معاك مشكله في الكول تيوب، يبقى حضرتك سواء المشكله دي سواء كانت بين هول او بارتد، يعني كان ليك بسيط او بارتد، لازم اهم حاجه في الموضوع ان حضرتك تقيم الموقف، لازم تقف وتقيم الموقف. خلاص يا جماعه؟ ولازم طبعا ومع هاف لازم تقفل الاستيبل بايب، اول حاجه بتقف لازم تقفل الاستيبل بايب، يبقى هاف واقفل الاستيب رام والبايب رام عشان برضه اتاكد ان الدير متامن من بره. وبعد كده اشوف الليك، ابص على الليك بقى، ابص على الليك ده. يبقى لو حصل معاك اي مشكله يا جماعه لازم تقف، لو حصل معاك مشكله في الاستريبر لازم تقف، لو حصل معاك مشكله ليك في الكول تيوبنج لازم تقف، لو حصل معاك مشكله هنا لازم تقف، ما ينفعش تشتغل، لازم ستوب اوبريشن. قلنا لو مشكله تحت البي او بي بشتغل بقطع بالشيرانسي، لو مشكله في الكول تيوب نفسها لازم اقف واقيم. قلنا بقف، كلمه اقف يعني ايه؟ اقف يعني ستوب موفمنت، وتوقف البامب، توقف حركه، توقف البامب وتعمل انجيج للبريك، دي حاجات ثابته، بتعمل انجيج للبريك وتقفل السليب والبايب رام. كل دول مش هيخسروك في حاجه، وقفلت السليب رام والبايب رام. بعد كده بتشوف حضرتك تقيم الموقف. والله لقيت الدبل فلابر شيك فالف قافل عامل هولدنج، خلاص بتعمل بول اوت، مفيش مشكله، وتغير الكول تيوب. لو لقيته مش عامل هولدنج لازم تقطع. لازم تقطع، وهتقطع بايه؟ هتقطع بالكواد. هتقطع بالشير بتاعت الكواد، هتقطع ازاي؟ السليب والبايب وبعدين تقطع وبعدين تعمل دروب. ماشي يا جماعه؟ اخر حاجه لو حصل معاك باور باك فيلير. لو حصل معاك باور باك فيلير يا جماعه، لو الباور باك عطلت يعني وانت شغال حصل عندك باور باك فيلير وما عادش اصبح عندك اي سورس للهيدروليك، ما احنا قلنا الباور باك هي السورس بتاع الهيدروليك. طب افرض حصل عندك باور باك فيلير وما عادش اصبح في الحاله دي، لما يحصل عندك باور باك فيلير يبقى حضرتك فقدت الانجكتور هيد، ما انتش قادر تحركها ولا الريل قادر تحركها، يعني ما انتش قادر تحرك الكول تيوب فوق ولا تحت، ما فيش اصلا سورس هيدروليك. خلاص يبقى انت كده فقدت الحركه فوق، ما انتش قادر تطلع ولا تنزل ولا الريل نفسها. حضرتك هتعمل ايه؟ مش فايده، بس لسه ما زلت حضرتك قادر ان انت تقفل البي او بي. مش احنا قلنا لو انتوا فاكرين قلنا البي او بي يكون ليه باك اب اللي هي عن طريق الايه؟ الاكيوميتورز. فساعتها حضرتك المفروض اصلا كل تيوبنج تبقى معموله حاجه اسمها فيل سيف. يعني ايه فيل سيف؟ اول ما الهيدروليك اول ما هتحصل لوس للهيدروليك المفروض البريك هيقف، يعني اللوس اوف هيدروليك والاكتيفيت الريل بريك، المفروض البريك هيقف هيتاكتف بتاع الريل.
خلاص. اللي انا عايز افهمه لك، لما انت يحصل عندك باور باك فيلير يبقى انت كده فقدت الريل وفقدت الانجكتور، بس البي او بي ستيل متاح معاك، فساعتها هتقفل البي او بي. طب وبعدين اعمل ايه؟ لو انت حضرتك كنت تحت، لو انت كنت ديبر يعني انت على عمق 3000 مثلا متر او 3000، يعني انت موجود تحت، ما ينفعش توقف البامب. البامب يا جماعه بتكون لوحدها، البامب بيبقى لها سورس لوحده، ما ينفعش توقف البامب. ليه؟ لان انت لو وقفت البامب ممكن حضرتك تستك. فلو انت كنت بتحفر حاجه اوعى توقف البامب، هتخلي البامب شغاله لان انت مش قادر تتحرك. فلما مش قادر تتحرك، تخيل لو انت عمال تعمل، لو وقفت البامب ممكن الساند ده يقوم يعمل اكوموليشن ويحصل باك اوف، يتجمع حواليك ويحصل عندك ستوب. يبقى لو حصل عندك باور باك فيلير في الحاله دي، انت بتكون فقدت الريل وفقدت الانجكتور، فكل اللي حضرتك هتعمله هتكيب بامبنج، هتكيب بامبنج، وتروح للراجل الميكانيك تقول له يا عم لازم تغير، لازم تعمل ريبليس الباور باك. يبقى انت هتقفل البي او بي الاول، كده كده البي او بي هنقدر نقفله مفيش مشكله، هنقفل البي او بي اللي هو البي ايه، البي او بي يعني اقصد السليب والباي برام، بس اقفل السليب والباي برام واشتغل بامبنج مفيش اي مشكله، لحد ما احل مشكله الباور باك. يعني احلها ازاي؟ ان انا اعمل ريبليس للباور باك او اعمل لها ايه ريبير، ولازم اكيب بامبنج وعشان ما يحصلش عندي ستاك، وبعد كده لما بحل المشكله بشتغل عادي جدا. استاذ وليد هنكتفي، ويا ريت لو حد عنده اسئله. هاي سبقت اخر 10 دقائق اللي هي الاسئله، اذا احد عنده اسئله 10 دقائق ساعات تعبناك. مشكورين يا شباب، لو حد عنده اسئله بالله. والله صراحة الشرح وافي وكافي يعني ممتاز، كلش سهل الشرح. أنا كنت عايز أعمل لكم أسئلة بس ما فيش وقت ندي أسئلة للناس. يا ريت يا جماعة لو حد عنده أي أسئلة في الشات بارت يكتبها لي. مش عارف، أنا مش شايف أي أسئلة. ما فيش أي كومنتات في الشات بارت. كل حاجة واضحة يا جماعة؟ طيب. طبعا استاذ وليد رئيس قسم هندسه النفط في جامعه بغداد يشكرك على هذا الكورس اللي قدمته، صراحه هو جاي يحاول يدخل الميتنج بس الانترنت عنده ضعيف الظاهر ما جاي يقدر، ويقول نتمنى ان شاء الله نشوفك بالقسم في يوم. ان شاء الله اخ علي نظبط مع بعض ويبقى في ارينجمنت الكورسات الثانيه. طبعا الكورس يا جماعه احنا يعني هو كومباكتد كورس او ميني كورس، الكورس ده اصلا المفروض بيشرح تقريبا في 5 ايام يعني، فاحنا سواء في الوار، احنا ما اتكلمناش طبعا عن الوار لاين وما اتكلمناش بشكل كتير برضو على كاوبريشن كابلكيشن بتاع كول تيوب، ويعني ممكن نظبط حاجه في الورك اوفر برضو ريميديال سيمنتنج والكومبليشن، ان شاء الله نظبط كورسات ثانيه في وقت فاضي ان شاء الله. ان شاء الله استاذ اي وقت والله ترحب بك جامعه بغداد، اصلا احنا نريد هيك اساتذه طيبين انه يعطونا هيك معلومات هوايه ويوسعون الفكر مالتنا. بالتوفيق يا شباب، وانا اتمنى ان الشباب يكونوا استفادوا حاجه، ونتقابل قريب ان شاء الله. ولو في اي ولو انتم معاكم الايميل بتاعي، لو فيها هبعت لكم الايميل على الشات بارت، لو في حد عايز اي حاجه يبعت لي مفيش اي مشكله. اوكي استاذ، اكو بعض الطلاب يسالون يقولون نقدر نحصل البي دي اف؟ مفيش مشكله، هبعت لكم، ابعت لي علي الكونتاكت اللي انت عايز ابعت لك عليه مفيش مشكله. اوكي راح ابعت لي اياه على الماسنجر او التليجرام واني اعطيه للطلاب. بالتوفيق يا شباب. شكرا شكرا استاذ. ماشي يلا، السلام عليكم. الله وياك، الله وياك، تحياتي لك.
بس ننتظر الأستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ وليد. اوكي، نرجع تاني. إن شاء الله. احنا قلنا يا جماعة بعد الستاندر او الشركات بتقول لك استخدم اتنين ستريبر. قلنا ليه بستخدم اتنين ستريبر؟ عشان يكون عندي دول بارير، عندي اتنين بارير. لما اجي اغير الستريبر الفلاني بسد البي او بي زي ما هنشوف بعد شوية، وبسد اللور ستريبر يبقى اصبح عندي اتنين بارير. يبقى احنا قلنا عندنا أربع أنواع من الستريبر، اللي هو البرايمري بارير بتاعي. النوع الأولاني اسمه عندي السايد دور، وقلنا ده أكتر واحد بيستخدم. وقلنا التندم هو نفسه الإيه؟ هو نفسه السايد دور، بس الفرق في الكونكشن. كونكشن الكونفنشن قلنا ما بيستخدمش، بس قلنا في ميزة إن الحركة بتتم من تحت لفوق، عشان كده ضغط البير بيساعد معايا. لكن الريدريسنج تايم، كلمة ريدريسنج يعني ريدرس، جاية من فستان يعني ريدريسنج، يعني أنا عايز أغير يعني. فالريدريسنج يعني لما اجي اعمل ريبليسمنت لي، عايز اعمل ريبليسمنت للرابر، ده بنقول عليه ريدريسنج. لما اجي اغير اي حاجه، حتى بتقول عليه في البكر، ممكن تقول انا عايز أعمل. يعني البكر ده يا جماعه بيبقى فيه رابرز، وبيبقى فيه شير بن. يعني انت نزلت بكر مش هترميه، يعني البكر ده بيكون غالي، ممكن الريت بتاعه مثلا 5000 دولار او 10000 دولار لو هتاجره مثلا، فاهميني؟ لو هتشتريه البكر ممكن يوصل ل 50000 دولار. انا عايز اقول لك ان البكر مش اي مجرد، مش وان تايم يوز، يعني مش هتستخدمه هترميه. فالاجزاء اللي انت يعني بيبقى عندك المندرل، بيبقى عندك السليبسات، كل الحاجات دي كلها حديد، ما فيهاش مشكله، ما حصلهاش حاجه. هو بس اللي خرب معاك شويه الاور رينج، وشويه اللي وعندك مثلا الشير بين باظ، فاهميني؟ فالحاجات دي بنقول عليها ريد ريسنج. يبقى ريد ريسنج اللي انت بتعيده، تعيد تغيير الاجزاء اللي هي حصل لها دامج، بنقول عليه ريد ريسنج. طيب يبقى النوع الاولاني كونفنشنال، وقلنا مشكلته في الريدسنج تايم بتاعته طويله، لكن الضغط البير بيساعد معاك لان الحركه بتتم من تحت لفوق. اما السايد دور قلنا ما بياخدش وقت كبير، 15 دقيقه بتفتح الدور وتغير، لكن ضغط البير مش بيساعد لان الحركه بتتم من فوق لتحت. قلنا زيه بالظبط هو نفسه، مين التندم قلنا هو نفسه، بس ده بستخدمه لما انا اكون عايز استخدم اتنين ستريبر، يعني عايز يكون عندي تو بكر تو ستريبر. في حاله قلنا فيه بستخدمه امتى اتنين ستريبر؟ قلنا ممكن استخدمه في الهاي بريشر، في الجاز ويل، في الاتش تو اس ويل، تحطه عشان يكون عندك دول بري. الراديال ستريبر هو شبه البي او بي بالظبط، بيبقى فيه بيستون، بيبقى فيه رامه، شايفين دي بنقول عليها رامه، في رامه شبه البي او بي بالظبط، يعني هنا في رام بادي بيبقى عامل زي البي او بي بالظبط. طبعا ده بستخدمه في الهاي بريشر، وبيكون بس ما هوش ما بيست... ممكن استخدمه في الكول تيوب اللي هي السايز بتاعها كبير شويه. لو انا عندي كول تيوب كبيره بستخدم معاها الراديال. عشان كده انا قلت لك الكول تيوبنج اللي هتلاقيها موجوده بشكل كبير هي مين 1.5 و1 3 ارباع، فعشان كده مش هتلاقي ده. يعني ده هتلاقيه ممكن شويه في الابلكيشن بتاع الدريلنج شويه. خلاص؟ بيبقى عامل هو شبه البي او بي بالظبط، بيبقى فيه بيستون ورام، وهنا رام اسمبلي، وانت بتبدا ايه؟ تقفل، تعمل له كومباكشن اوبن او كلوز يعني. وبرضه ضغط البير مش بيساعد. طيب مهم جدا لما حضرتك تيجي تختار الرابر اليمنت، يعني المفروض اصلا قبل ما بنيجي نشتغل بنعمل حاجه اسمها الويل داتا شيت. يعني انت ما ينفعش تعمل موبلايزنج التول تيوبنج مره واحده الا لما تاخد كل الداتا الخاصه بالبير. لازم تكون عارف الديبس، لازم تكون عارف البريشرات، التمبريتشر،
البير ده فيه اتش 2 اس ولا ما فيهوش اتش 2 اس. فانت بناء على الكونديشن اللي عندك هتبدا تختار الستاك، تبدا تختار الرابر، لان لازم الرابر نفسه يكون يتحمل البريشر ويتحمل الضغط، ولازم كمان يتحمل الاتش 2 اس. خلاص يا جماعه، كل ابلكيشن يعني بيبقى فيه هاي تمبريتشر رابر، بيبقى فيه يتحمل الاتش 2 اس الماتيريال نفسها يا جماعه. فانت وطبعا بنديها اكواد معينه، بتاخد الوان مختلفه على حسب الايه، على حسب ال على حسب الكونديشن بتاعتك. اللي انت هتشوفه ده الخطوات اللي انا بعملها لما اجي اغير، لو حصل معايا مشكله في الرابر ده، لو الرابر ده حصل له ورن اوت او اتاكل وانا عايز اغيره بواحد جديد اعمل ايه؟ لازم تمشي بالخطوات دي. انت لو انت شغال، يعني لو انت شغال حضرتك وحصل عندك ليك في كوتيو في الاستريبر، وانت شغال ولقيت الاستريبر عمال يليك، احنا قلنا واحنا شغالين في الوضع العادي، واحنا شغالين في الوضع العادي البي او بي بيكون مفتوح والشيرن سيل مفتوحه، الوحيد اللي مقفول اللي هو الايه؟ الاستريبر. طب افرض وانت شغال نتيجه الحرق، الاستريبر ده رابر، رابر، فالرابر بيكون ليه لايف تايم، بيحصل ميكانيكال وير، هيحصل تاكل، فبعد فتره الرابر ده بيبوظ بيتاكل، فيحصل ليك، هيبدا يحصل عندك ليك. فالمفروض حضرتك اول ما تلاقي ليك من عند الاستريبر تعمل ايه؟ اول حاجه المفروض تعملها ان انت بتزود الضغط، اول حاجه المفروض تزود الضغط بتاع الاستريبر، مش احنا قلنا الاستريبر ده بيقفل بهيدروليك بريشر، ازود الضغط شويه. يبقى اول حاجه المفروض حضرتك تعملها ان انت بتزود الضغط، تزود الاستريبر بريشر من عن طريق كنترول كابل، وانت قاعد في الكنترول كابل تزود الاستريبر بريشر. زودت الاستريبر بريشر والليك ستيل موجود، خلاص يبقى مش نافع، معنى كده ان الرابر نفسه اتاكل. احنا بس اول اكشن بنعمله ان احنا بنزود الاستريبر بريشر مثلا 200 بي اس اي او وات ايفر، نزود شويه الاستريبر. بعد ما رفعت الاستريبر بريشر الليك ستيل موجود، يبقى لازم تقف، انت عندك مشكله، وده بتاخده في اي حاجه، اول ما بيحصل معاك مشكله يا جماعه لازم تقف، يبقى لازم توقف الحركه، ما ينفعش تكمل شغل، يبقى تعمل ستوب للكول تيوبنج موفمنت، ولازم تعمل انجيج للبريك. الانجكتور بيكون عليها بريك، يعني تفرمل الايه؟ الانجكتور. طيب انت قلنا انت يبقى انت كده وقفت حركه وعملت انجيج للبريك بتاع الانجكتور، طب الليك لسه موجود، احنا قلنا لازم نقفل مين؟ ما احنا قلنا لما يحصل مشكله فوق يبقى نقفل البي او بي. حضرتك هتقوم قافل البي او بي، زي ما حضرتك هتشوف بعد كده. قلنا البي او بي ده اربع علامات، البي او بي بيكون اربع علامات. الرامه اللي تحت يا جماعه بنقول عليها الرامه، يعني زي فالف، احنا قلنا على الرام اسمبلي زي فالف، هو ده اللي بيعمل اللي بيقفل اراوند الكول تيوب. الرامة اللي تحت بنقول عليها باي برام، الرامة اللي فوقها اسمها سليب رام، اللي قبل كده اللي بعد كده اسمها شير رام، والأخيرة خالص اسمها بلايند رام. كل واحدة فيهم لها فانكشن، لها وظيفة. الباي برام من اسمها هي بتقفل اراوند ذا باي، بتعمل سيل اراوند ذا باي، يبقى الرامة دي بتقدر هي أول ما أقفلها هتقفل حوالين الباي. دي هتقدر تعمل لي مين؟ هتعزل لي البريشر، خلاص يبقى معنى كده مفيش بريشر فوق، فاهمين يا شباب؟ يبقى الرامه اللي بتعمل سيل اراوند البايب هي ايه؟ هي البايب رام. امال السليب رام ده لازمته ايه؟ هو من اسمه هو ما بيعملش سيل. السليب رام مش بيعمل سيل، هو بيعمل هو ده بيعمل هانج بس بيعلق. ما انا عايز اعلق كل تيوب اتاكد ان هي مش هتتحرك لا تطلع فوق ولا تحت. يبقى عايز اعمل لها هانج. هو عامل زي السليبس كده بتاع البريمه، الناس اللي لو طلعوا لو عارفين السليبس بتاع الدرينج ريج هو زيه بالظبط. شايفينه؟ هو يبقى هنا مفيش اي رابر او اي سيلنج اليمنت، هو عباره عن سليب بتقوم ماسكه حوالين كول تيوب، بتمنع لك الابورد فوق موفمنت وداون وورد، لا تسمح بحركه الكول تيوب اب اند داون. خلاص يبقى انت لازم تقفل ايه؟ لا انت دلوقتي هتوقف حركه، اول حاجه حضرتك هتعملها هتوقف حركه وتعمل انجيج للايه؟ للبريك. بعد كده هتعمل ايه؟ هتقفل السليب رام. يبقى اول رامه بقفل دايما، اول رامه بقفلها هي السليب رام دايما، لان انا عايز اوقف، ما دام هقف وهقفل البي او بي اول واحده اقفلها الاستيب رام. طيب يبقى انا هقفل الاستيب رام، لما اقفل الاستيب رام يبقى انا كده منعت مين؟ الحركه اب اند داون، بس لسه ستيل معايا برضه لسه البريشر طالع هنا ولسه ليك شغال، لازم بعد كده اقفل مين؟ الباي برام. لما اقفل الباي برام كل تيوب يا جماعه بيكون لها باي برام، يعني لو كل تيوب واحد ونص يبقى الباي برام بيكون واحد ونص، يبقى كل تيوب واحد وثلاث ارباع يبقى البايب رام تبقى واحد وثلاث ارباع، فاهميني؟ لو كل تيوب اثنين بوصه يبقى البايب رام تكون اثنين بوصه، يعني كل هي بتبقى على قد الكول تيوب، نفس السايز بتاع الكول تيوب بالظبط.
طبعا انت بتحركها عن طريق برضه ايه بالهيدروليكس، الهيدروليك بيزق لك البيستون، يبقى البيستون بيعمل لك بوشنج او بيحرك لك الرام اسمبلي لحد ما تضغط لك على ايه كوجو. خلاص طبعا مش هتقفل الشير ولا الشير ولا البلاند، مش هتقفلهم انت، بس كل انت عندك المشكله اللي كلها اللي عندك مين؟ عندك المشكله اللي عندك هي الاستريبر بلاي، فكل اللي هتقفله هتقفل الاستيب والبايب رام. الشير ده يا جماعه من اسمه الشير ده بيقطع، انا مش عايز اقطع، انا عايز اقطع ليه؟ البلايند من اسمه البلايند بيقفل على الاوبن هول، او على بنقول عليها ويز نو بايب، يعني البلايند ده بيقفل ومفيش حاجه، ماكو بايب او ذير از نو بايب او مفيش بايب، يعني لما يكون مفيش هنا بايب البلايند بيقفل. فاهمين يا شباب؟ ده بنستخدمه لما نيجي نقطع، هنعرف دلوقتي امتى بنستخدمه. يبقى انا كل اللي انا بعمله هقفل السليب رام والبايب رام. طيب وبعد كده لازم اعمل بليد بقى، خلاص الجزء اللي عندي ده فوق بعمله بليد، ببلد الضغط، يعني انا هقفل السليب رام بعدين هقفل البايب رام. الجزء اللي فوقاني ده بقى بيكون عندي نقطه هنا مكان ببلد منه، هبلد الضغط اللي موجود هنا خلاص، اصبح مين؟ اصبح ما عادش معايا ايه؟ معايا ما عادش بريشر، كل البريشر موجود تحت، موجود تحت الايه؟ البايب رام. ساعتها هقدر ايه؟ اشتغل واعمل ريبليس، افتح بقى السايد درو. طب افرض عندي اثنين، افرض كان عندي اثنين في الحاله دي، في الحاله دي معايا كام بارير؟ البارير الوحيد معايا هو البايب رام. عشان كده قلنا بعض الشركات تقول لك لا يا سيدي ما ينفعش تستخدم الكلام ده، يقول لك كمان حط لي كمان هنا اهوت كمان ستريبر عشان يقفل مين؟ في الحاله لو معايا، لو كان معايا ستريبر ثاني يبقى كنت اعمل ايه؟ هقفل السليب رام وهقفل البايب رام وبعدين هقفل، ولازم وهقفل اللور ستريبر، الستريبر اللي تحت ده اقفله، ولازم اتاكد ان هما الاثنين كمان عاملين سيل، لازم اعملهم انفلو تيست، يعني اتاكد ان هما عاملين سيل، البريشر بتاعي ما بيلايكش. بعد كده ابدا ابلي اعمل ايه؟ ابدا اشتغل. في الحاله دي هيكون معايا كام بارير؟ هيكون معايا اثنين بارير، هيكون معايا اللور ستريبر بارير وهيكون معايا انفلو تيست. طبعا ده مور سيف، قلت لك ده الستاندر الاوروبي بالذات او الاي دبليو سي يقول لك لازم يو ماست هاف تو باريرز. واضح يا جماعه؟ يبقى ده الخطوات اللي انا بعملها لو حصل عندي ليك في، لو حصل عندي ليك في الستريبر، لو الستريبر لي بوقف حركه وبعمل انجيج للبريك بتاع الانجكتور، وبعد كده بقفل السليب رام، وبعد كده بقفل الايه؟ البايب رام. خلاص يا جماعه؟ وبعد ما بقفل البايب رام بعمل بليد للبريشر واعمل لها انفلو تيست. يعني انا ببلد البريشر، مثلا لو كان الضغط هنا يا جماعه 1000 بي اس اي، يعني ايه انفلو تيست يا جماعه؟ انفلو تيست بنقول عليه انفلو تيست او نيجاتيف تيست. ازاي ده بعمله؟ ان انا لو تخيل لو معايا هنا 1000 بي اس اي، ركزوا معايا عشان ده مهم جدا. انفلو تيست ده، انفلو تيست ده على اي حاجه، ممكن تعمله على الكريسماس تري، ممكن تعمله على السب سيرفيس سيتي فالف، ممكن تعمله على اي، على بي او بي. كلمه انفلو تيست يعني انا عايز اشوف البارير بتاعي، عايز اعمل له تيست، عايز اشوفه بيليك ولا مش بيليك، بيهرب ولا مش بيهرب. بعمله ازاي؟ ببساطه جدا ان انا بخلي في ديفرنشال بريشر، بخلي في فرق، بخلي الضغط فوق البارير اقل من الضغط، من الضغط تحت البارير. دي ازاي؟ يعني لو انا معايا 1000 بي اس اي هنا مثلا، مش هبل، هقوم قافل البي او بي. لما قفلت البي او بي اصبح مين؟ اصبح تحت البي او بي 1000 بي اس اي، وفوق لما قفلت البايب رام اصبح تحت البايب رام 1000 بي اس اي، وفوق البايب رام برضه 1000 بي اس اي. طب انا عايز اشوف البايب رام ده بيعمل بلايك ولا مش بلايك. اه كل اللي انا هعمله هبلد، اعمل بليد للبريشر، اخلي ال1000 اللي فوق البي ساي دول انزلهم، اخليهم مثلا 100 بي ساي او 200 بي ساي. يبقى اصبح البي او بي اصبح تحت البايب رام في 1000 وفوقه 200. والله لو البايب رام ده كويس يعني عامل سيل، يعني لو هو قافل كويس خلاص ال 200 مش ايه، يعني تخيل انت، تخيل انت قافل البايب رام يا جماعه، الجزء اللي فوقاني ده ضغطه بقى اصبح 200 واللي تحت ده ضغطه 1000، ده اسمه انفلو تيست. فساعتها بتعمل مونيتور بقى، تقعد تبص تشوف ال 200 دي هتزيد ولا لا. والله لو البي او بي قافل، لو البايب رام قافل كويس، معنى كده ان البريشر مش هيزيد معاك، هيفضل 200 بي اس اي. طب افرض ان هو بيلايك، لو هو بيلايك هتبدا الفلود هيروح منين؟ هيروح من الضغط العالي للضغط الواطي، هيبدا يتحرك لفوق، فهتلاقي ال 200 بي اس اي عماله تزيد معاك 250 300 400، تعرف ساعتها ان الايه؟ ان البي او بي بتاعك مش كويس بيليك. وده مهم، وده مهم ليه بقى؟ ليه فايده الانفلو تيست؟ لان انا بعمل
بعمل تيست على البارير في دايركشن اوف فلو، في نفس اتجاه الفلو. فاهمين يا شباب؟ يعني الفلو المفروض جاي لك من البير جاي من هنا، الفلو اللي جاي من البير جاي من تحت، جاي من تحت، وانا برضو بعمل تيست على البارير. انا يهمني ان البي او بي يكون عامل سيل منين؟ من تحت. انا عايز يعمل سيل من تحت. فاهمين؟ يعني لو فرضنا مثلا البي او بي عامل سيل من فوق بس مش عامل سيل من تحت، انا مش فارق معايا، انا يهمني البي او بي يكون عامل سيل من تحت. عشان كده دي ميزه الانفلو تيست، ان انا بقدر اعمل تيست على البارير في دايركشن اوف فلو. فاهمين يا شباب؟ لكن لو انا ده اسمه ايه؟ اسمه انفلو تيست او نيجاتيف تيست. لو انا حبيت اعمل تيست على البارير من فوق، ما ده بنقول عليه بوزيتيف تيست، وده بيبقى مش دايركشن اوف فلو. يبقى احنا عرفنا يعني ايه انفلو تيست، وعرفنا ازاي لو حصل عندنا ليك في الاستريبر هنحله. قلنا هنوقف حركه، نقفل السليب رام، نقفل الباي برام، بعدين نعمل انفلو تيست على الباي برام، وقلنا لو معانا كمان معانا ستريبر نقفله، يبقى عندي تو بارير وغير. طيب مهم جدا لحضرتك لازم تعرف، مهم جدا لازم تعرف في حاجه اسمها الفاكتوري تيست او المانيفاكتشر تيست، او بنقول عليه الشيلد تيست. يعني ايه الفاكتوري تيست؟ المصنع او المصنع او الفيندور او المورد او الشيلد تيست. البي او بي اللي بيجي لو انت رحت اي مكان او رحت اي شركه ولقيت بي او بي لحد 5000، خمسه كي يعني 5000، 5000 بي اس اي، احنا اليونتس كلها بنستخدمها بي اس اي كبريشر يعني. طبعا معظم الشركات بتستخدم بريشر بي اس اي، في شركات بتستخدم الدبس بالفيت او بالمتر، بالمتر ديبند على هتستخدم الامريكان سيستم او اليوروب سيستم. طيب لكن معظم الشركات زي ما قلت لك بتستخدم الضغط بالبي اس اي. لو انت لقيت معده الضغط الوركينج بريشر بتاعها 5000، يعني ايه الوركينج بريشر؟ يعني المصنع بيقول لك البي او بي ده يتحمل لحد 5000. المصنع نفسه في المصنع لازم يكون عامل عليه تيست 2 تايمز. فاهمين يا شباب؟ يعني ايه؟ يعني لو بي او بي عندك 5000، هو في المصنع بيكون عامل عليه تيست 2 تايمز، 2 تايمز مش مرتين ورا بعض، 2 تايمز يعني الضعف، يعني الدبل. يعني ال 5000 بيكون معمول عليه تيست في المصنع 10000. فاهمين؟ 5000 بيكون معمول عليه تيست في المصنع 10000، وبرضه لو يعني بقول لك لحد وال 3000، ال 3000 بيكون معمول عليه تيست في المصنع 6000، وال 2000 بيكون معمول عليه تيست في المصنع 4000، الدبل. فاهمين؟ ده بنقول عليه يا جماعه اسمه ايه؟ البادي تيست او الشيلد تيست او المانيفاكشر، ده بتاع المصنع نفسه. البي او بي ال 10000 وال 15000 بيكون معمول عليهم تيست في المصنع مره ونص. يعني البي او بي ال 10000 بيكون معمول عليه تيست في المصنع 15000. البي او بي ال 15000 بيكون معمول عليه تيست في المصنع 22000 ونص. فاهمين؟ البي او بي ال 20 بيكون معمول عليه مره وربع، كل ده سيفتي فاكتور. يعني هنا واخد سيفتي فاكتور 100%، هنا واخد 50%، هنا واخد 25%. يعني البي او بي ال 20000 بيكون عامل عليه مره وربع، يعني بيكون عامل عليه 25000. ماشي يا جماعه؟ ده فين؟ في المصنع، اللي هو الفاكتوري تيست او المانفاكشر تيست او البادي تيست او الشيل تيست. لكن حضرتك كسوبرفايزر او انجينير او مهندس او اوبريتور، اما تيجي بقى تكون في اللوكيشن مالكش دعوه، انت بتتعامل عليه كريتنج، هو انت بتعامله كانه خمسه. ما يجيش واحد يقول لي والله انا عندي بير 10000 والبي او بي اللي عندي خمسه استخدمه في البير 10، لا طبعا، انت بتتعامل معاه في اللوكيشن كانه خمسه، هو اخره خمسه. بس المانيفاكشر بيكون عامل عليه ايه؟ 2 تايمز لحد 5000، ومره ونص لحد 15000، مره ونص من 10 ل 15000، ومره وربع ل 20000. ماشي يا جماعه؟ لازم نفرق بين الفاكتوري تيست او المانيفاكشر تيست واللوكيشن تيست او السايت تيست. السايت تيست، طب انت افرض عندك بي او بي 5000، انت بقى في اللوكيشن اخرك 5000، ما ينفعش تعمل عليه تيست اكتر من 5000. طيب هذا شكل الرامات اللي احنا قلنا عليها يا جماعه. احنا قلنا عندنا كام رامه؟ عندنا اربع رامات. الرامه الاولانيه اللي تحت خالص قلنا البايب رام، هي فيها رام اسمبلي بتعمل سيل اراوند البايب. خلاص يا جماعه؟ يبقى هي دي اللي بتعمل لك سيل اراوند البايب، وبتبقى بنفس الايه؟ بيبقى فيها اكسترنال سيل اسمبلي او رام اسمبلي وانترنال سيل اسمبلي. الرامه دي بتعمل لك سيل، هي اللي بتعمل لك عزل للبريشر. السليب رام ملهاش دعوه بالسيل خالص، هي
هي سلابس بتشيل لك الوزن او بتهولد الويت بتاع الكول تيوبينج، وبتبقى هولد اب اند هولد داون، يعني بتشيل لك الوزن الحركه من فوق ومن تحت. الشير رام او القطر رام بتقطع الكول تيوب. البلايند رام شايفينها، البلايند رام بتقفل لما يكون there is no coil tubing، لو مفيش coil tubing تقفل. يبقى انت عندك البايب رام بتعمل سيل اراوند البايب، الشي السليب رام بتعمل لك هولد للويت بس مش بتعمل سيل، الشير بتقطع، البلايند بتعمل سيل with no بايب ومفيش بايب. طيب يبقى ده مكونات مين؟ الكواد. ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه الكواد. الكواد يعني الرباعي، خلاص. ده الكواد بي او بي، في بايب سليب شير بلاين، عرفنا كل واحده فيهم. لازم دايما كمان يخلي معاه حاجه اسمها لازم يكون عندك كيل بورد. كيل بورد بيبقى كونكشن اقدر اضخ من خلاله، لو حبيت اقتل من هنا يكون معاك كونكشن اضخ من خلاله. ولازم يكون معاك، مهم جدا، لازم يكون معاك الايكولايزنج فالف. الايكولايزنج فالف ده لو انت شايف في السكتش هتلاقي واحد موجود حوالين، واحد موجود عند البايب رام وواحد موجود عند البلايند رام. ايه فايده الايكولايزنج فالف يا جماعه؟ لما اجي افتح البي او بي ما ينفعش افتحه كده. تخيل بي او بي، تخيل معايا بي او بي، تخيل معايا البلايند رام دي، البايب رام في ضغط تحت البايب رام 3000 بي اس اي مثلا، وفوق الضغط زيرو. ما ينفعش افتح مره واحده، فاهمين يا جماعه؟ لو فتحت الضغط مره واحده وفي ديفرنشال بريشر عالي هيحصل دامج لمين؟ هيحصل دامج للبايب رام. فلازم اعمل ايكوالايز للبريشر، يعني لازم اعزل الضغط، الضغط فوق يبقى زي الضغط تحت. فعن طريق الفالف ده، في فالف بفتحه بيقوم بيطلع لي البريشر، بيعمل لي باص، يعني زي هو فالف بيعمل لي باص يطلع لي الفلويد من تحت لفوق. يبقى انا كده عملت ايكوالايزنج. يبقى المفروض قبل ما افتح الرامه، الكلام ده المفروض حضرتك تعمله مع اي حاجه. لو عندك فالف عليه بريشر لازم تعمل ايكوالايزنج للبريشر، لو عندك بي او بي لازم تعمل ايكوالايزنج للبريشر، لو معاك سب سيرفيس سيفتي فالف، تخيل معاك سب سيرفيس سيفتي فالف والضغط تحت كان 2000 بي اس اي، ما ينفعش تفتح مره واحده، لازم تعمل ايكوالايزنج للبريشر وبعدين تفتح الايه؟ السب سيرفيس سيفتي فالف. هو ده اللي احنا هنا بنعمله، بنعمل ايكوالايزنج للبريشر، بعادل الضغط، بعادل الضغط تحت وفوق، وببدا ايه؟ اشتغل. خلاص؟ طيب هتلاقي موجود فين؟ موجود عند البايب رام وموجود عند البلايند، وده شيء لوجيك. هحطه عند السليب رام ليه؟ هي السليب اصلا ما بتعملش سيل، والشير مالهاش دعوه. اللي بيكون عازل للضغط بس هو البلايند، البلايند اللي بيقفل بس ما فيش بايب، والبايب رام بيقفل ويز بايب. ماشي يا جماعه؟ طيب قلنا لما يكون كل رامه الواحده ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه كومب، اسمه كواد. في واحد ابن حلال كده قال لك لا، قال لك انا مش هخلي كل رامه الواحده، يعني زي ما انت شايف هنا البايب والسليب والشير والبلايند، وانا عندك الكل بورد، وانا عندك الايكوالايزنج ايه؟ الايكوالايزنج فالف. موجود فين؟ موجود عند البلايند رام وموجود عند البايب رام. قلنا البلايند رام بتعمل فين؟ بتعمل سيل ويز نو كول ومفيش كول تيوبينج. الشير بتقطع. بتقطع مين؟ بتقطع كول. مهم جدا يا جماعه نفهم ان الشير بتقطع كول تيوب بس مش بتقطع البي اتش اي. يعني لو معاك بي اتش اي، لو معاك موتور، لو معاك نوزل، لو معاك كونكتور، لو معاك دبل فلابر شيك فالف زي ما هنشوف، مش هتقطعها، هي بتقطع الكول تيوب بس، مالهاش دعوه بالايه؟ بالبي اتش اي. السليب رام بتعمل هولد للسي تي ويت، بتشيل لك الوزن بتاع الكول تيوب ومش بتعمل سيل. البايب رام بتعمل لك سيل اراوند الكول تيوب. والله في واحد ابن حلال قال لك طب وانا اعمل ايه؟ خلى كل رامتين مع بعض. يعني بدل ما اخلي الاربع رامات، شايفين؟ بدل ما اخلي الاربع رامات لوحدهم، بدل ما اخلي السليب، بدل ما اخلي البايب رام والسليب كل واحده لوحدها والشير لوحدها والبلايند لوحدها، لا، اما اخلي كل رامتين مع بعض، خلى السليب والبايب مع بعض في رامه واحده، وخلى البلايند والشير مع بعض، عشان كده اسمه كومبي، كومبي او كومب ايه او كومباينيشن. خلاص؟ هو الكومبي هو نفس الكواد، بس خلى كل رامتين مع بعض، خلى الجزء اللي فوق خلى مين؟ البلايند والشير، والجزء اللي تحت خلى الستيب والباي. طبعا ده فرق معاك في ايه؟ ان هو الارتفاع بتاعه قل، فبالتالي هيقلل لك هيبقى ليس هايت، وهيبقى اسهل
اسهل في الريجاب بتاعه وفي الشغل بتاعه. تاني حاجه في خطوه مهمه جدا هتعرفها دلوقتي، ان هو هيكون كمان هيقلل لك الستبس دورنج الامرجنسي، هتفهم اللي انا اقصده. طيب ركزوا معايا يا شباب، افرض انا لاي سبب من الاسباب، لاي سبب من الاسباب انا حبيت اقطع كولتيو، يعني انا حبيت اقطع، احنا قلنا هنا معانا شير، معانا هنا ايه؟ معانا الشير رام، الشير رام دي بتقطع، خلاص الشير رام بتقطع اللي هي دي. افرض انا حبيت اقطع، هقول لك في حالات معينه بنقطع كولتيو، في حالات معينه بنضطر ان احنا نقطع كولتيو. لو حصل معايا عندي ليك مثلا او بين هول في الكولتيو، هقول لك الحالات اللي انا لازم اقطع فيها الكولتيو. طيب لو انا حبيت اقطع كول تيوب، ايه هي الخطوات اللي انا لازم اعملها؟ نفس الكلام، احنا قلنا ما دام هنقطع يبقى لازم نوقف حركه. ما دام حضرتك عندك مشكله وهتقطع، لازم اول حاجه لازم تعملها مين؟ لازم توقف حركه. خلاص يبقى اول حاجه هتوقف حركه. تاني حاجه هتقفل ايه؟ يبقى اللي انت لازم هتوقف حركه. وبعد كده هتقفل مين؟ اول رام هتقفلها برضو هي مين؟ هي السليب رام. دايما اول رام بنقفلها هي السليب رام. هتوقف حركه بعد كده هتقفل السليب رام. ليه بقفل السليب رام يا جماعه؟ قلنا بنقفل السليب رام عشان اعمل الحركه، امنع الحركه اب اند داون، بمنع الكولتش بتتحرك فوق اند تحت. يبقى انا هوقف حركه وهقفل السليب رام، وبعدين اقفل مين؟ اقفل البايب رام. بقفل البايب رام ليه؟ ما انا عايز اعزل البريشر بتاع البير، واقفل البايب رام وبعدين بقطع. بقفل مين؟ الشير رام. الشير رام هتقطع. طيب ينفع حضرتك بعد ما قطعت تقفل مباشرة البلايند رام؟ يعني انت الوقت قطعت ينفع بقى تقفل الشير رام؟ ما ينفعش. يعني تقفل قصدي البلايند، ما احنا قلنا البلايند بتقفل ويز نو بايب، يعني ما ينفعش يكون في بايب. فانت قطعت بس لسه الكول تيوب موجودة هنا، يبقى لازم تطلع ادم. فبنطلع شوية فوق، بنطلع ادم او اتنين ادم، نطلع بس فوق البلايند، وبعدين تقفل البلايند. يبقى هي دي الخطوات اللي انا بعملها لو انا حبيت اقطع. اول خطوه ان انا هوقف حركه، بقفل السليب رام، بعدين بقفل البايب رام، بعدين بقفل بقطع بالشير، وبعدين بطلع، وبعدين بقفل مين؟ البلايند. خلاص. طب ده في حاله مين؟ ده في حاله لو انا معايا البي او بي اللي هو النوع اللي هو الايه، الكواد. مش احنا قلنا في معانا نوع اسمه الكواد؟ طب لو انا عندي الكومبي بقى، لو انا عندي النوع ده، لو انا عندي الكومبي يا جماعه، لو انا عندي الكومبي مش هعمل كده. كل اللي انا هقفله بحركه واحده بس، بحركه واحده هقفل السليب والبايب، وبحركه واحده هقفل الايه؟ هقفل هقطع ومش محتاج ان انا اطلع، لان هما الاثنين موجودين مع بعض في رامه واحده. فاهمين يا شباب؟ هتتضح اكتر. يعني اللي موجود قدامك ده البلايند رام، قلنا البلايند رام بتقفل ايه؟ ويز نو بايب. البلايند رام ما فيش بايب بتقفل، لان هي مستويه هنا عندك. خلاص؟ ده الرام اسمبلي، وده الايه؟ وده البلايند رام انسرت اللي هو بيقفل ايه؟ الراوند، بيقفل قصاد الجزء الثاني. يبقى ده بيقفل ايه؟ الراوند ويز نو بايب. ده السليب رام اهو، ده بيعمل لك هولد للسي تي او كول تيوب. وده البايب رام، قلنا نفس السايز. وده الايه؟ الشير اسمبلي. طيب فين بقى؟ في المفروض اوريك انا. شايف هنا؟ هنا حاطط مين؟ ده الكومبي يا جماعه اهو. حاطط هو هنا مين؟ حاطط هنا السليب رام او السليب انسرت فوق، وحاطط معاه وحاطط البايب رام، الاثنين مع بعض حاططهم في رامه واحده. فمجرد ما حضرتك بتقفل يبقى انت كانك قفلت السليب والبايب رام. وبرده هنا حاطط الكتر اهي، حاطط الكتر وحاطط ايه؟ وحاطط السيل برده، البادي، الجزء اللي تحت ده هو نفسه بتاع مين؟ بتاع البلايند. فانت هنا ما انتش محتاج تطلع، لان هما الاثنين موجودين في رامه واحده. فمجرد ما حضرتك هتقطع في نفس الوقت هتقوم قافله معاك. يبقى ده المقصود، ان هي مينيمايز الستبس. يعني لو انا حابب اقطع هقفل الستيب والبايب، وهقفل الايه؟ الشير والبلايند مره واحده، فمش محتاج ان انا اقطع، فهتقلل لي الستبس في حاله الامرجنسي. طيب لازم تفهم ان في عندنا، يبقى احنا كده عندنا كام رامه يا جماعه؟ عندنا كام رامه بتقطع؟ احنا قلنا في عندنا، لو انتوا فاكرين شباب، شايفين الشاشه ولا الشاشه خرجت منكم؟ لا الشاشه خرجت. طيب بصوا، لو انتوا فاكرين انا قلت لك انت عندك، بصوا يا جماعه ركزوا معايا،
احنا عندنا في اتنين رامتين بيقطعوا، ركزوا معايا. عندك في رامه هنا اللي قلنا البي او اي نفسه، في رامه بتقطع البي او اي نفسه، في رامه بتقطع اللي هي الشير رام، لكن هنا كمان في رامه ثانيه بتقطع. خلاص يبقى انا لما احب اقطع في عندي اتنين رام، واحده بتاعت الكواد او بتاعت البي او اي نفسه، وواحده بتاعت مين؟ التيرشالي بارير اللي هي منفصله خالص. دي ما بستخدمهاش يا جماعه، قلنا دي ما بستخدمهاش الا في حاله الامرجنسي. قلنا بستخدمها امتى؟ لما انا عندي مشكله تحت البي او بي، او مشكله او البي او بي نفسه او البي او التول مثلا مستقى، يعني البي او بي انا مش عارف استخدمه، او مشكله تحت او البي او بي نفسه هو اللي بيليك، او مشكله تحت البي او بي، او مشكله تحت بين الكريسماس تري وبين الايه؟ الانجكتور، بين الكريسماس تري وبين الستاك. خلاص يبقى لازم تفرق بين الشير اند سيل اللي هي بتاع اللي هي التيرشري بارير او الامرجنسي بارير اللي بستخدمها لو عندي مشكله تحت البي او بي زي ما قلت لك، وبين الشير بتاعه البي او بي. طيب يبقى حضرتك عرفت دلوقتي انواع الاستريبر، عرفت ازاي اغير الاستريبر رابر، ان انا بوقف حركه وبقفل البايب رام ستيبل بايب، واعمل الانفلو تيست، وبعمل وبقفل اللور ستريبر لو كان موجود عندي، وببدا اغير الستريبر. وقلنا وعرفنا ازاي في حاله الامرجنسي لو انا حبيت اقطع برضو لازم اوقف حركه واقفل الستيب رام، وبعدين اقفل البايب رام، وبعدين اقفل الشير، وبعدين اطلع، وبعدين اقفل الايه، وبعدين اقفل البلايند رام. عرفنا كمان الفاكتور تيست او الفيندر تيست بيبقى بيتعمل لحد كام. طيب قلنا في حالة مين؟ قلنا في لما يكون عندي مش في كل الابار هتلاقي مين الثلاثة بارير، قلنا غالبا في ابار الاوف شور او الجازويل او الهاي بي هاي تي اللي هي هاي بريشر هاي تمبريتشر، او الصور ويل اللي هي الاتش تو اس، يعني دايما بستخدم معايا ثلاثة بارير اللي هم يعني ثلاثة بارير يعني ايه؟ يعني بزود الشير اند سير. ماشي يا جماعة؟ وقلنا ان الكول تيوبنج لا تستخدم الشير رام، الشير ما بتقطعش ايه يا جماعة؟ مش بتقطع البي اتش اي، شايفين اللي تحت دي البي اتش اي، دي البوتوم هول اسمبلي، كانت بي شير، ما تقدرش تعملها شير، هي تقطع بس الكول تيوب. لكن لو عندك كونكتور او دبل فلابر او نوزل او بت او اي شيء مش هتقدر تقطع، بتقطع بس الايه؟ البي اتش اي. اوكي طبعا بيكون معاك الانولر، ممكن تستخدمه لو عندك لو البي اتش اي بتاعتك فيها اكتر من سايز، لكن في 90% مش هتلاقي الانر ده موجود. يعني الانر ده بس بيبقى موجود بشكل اكتر في الورك اوفر ريج وفي الدريلنج ريج، طبعا بيكون لازم يكون معاك انر، وممكن تستخدمه في الكول تيوب زي ما قلت لك بس مش هتلاقيه موجود. لا الانر يا جماعه ده بيقفل على اي على سايز مختلف، فطبعا غالبا البي اتش اي هي كلها اصلا بتبقى كول تيوب فما بنستخدموش في الكول تيوب. لكن ممكن لو انت عندك بي اتش اي زي ما قلت لك، لو عندك مثلا جنات في بعض الابلكيشن ممكن استخدم الانر بي بي احطه معايا. طيب مهم جدا ان حضرتك تكون عارف انواع الفلانجات، مهم جدا الفلانجات، لان كل الكونكشن يا جماعه اللي موجوده هتلاقيها موجوده في الدريلنج ريج او في الروك اوفر ريج او في الروك اوفر كلها فلانجات، فلانج انت فلانج مع فلانج، فلازم تكون عارف انواع الفلانجات. بص هو احنا عندنا نوعين، عندنا ال 6 بي وعندنا ال 6 بي اكس. لما تيجي يعني في اثنين كاتيجوري للفلانجات، الفلانج النوع الاولاني اسمه 6 بي، ده اسم بس احنا عاملينه اسم عشان نفرق بين النوعين، يعني مسمينه ده مجرد اسم 6 بي. اي فلانش الوركينج بريشر بتاعها لحد 5000 او اللي هي اللو بريشر، يعني ممكن اقول عليها الضغط القليل، يبقى ده اسمها ايه؟ 6 بي. يبقى اي فلانج الوركينج بريشر بتاعها لحد 5000 اسمها 6 بي، احنا بنسميها 6 بي. اللي فوق ال 5000 اللي هي الهاي بريشر بقى، يعني ال 10 ال 15 ال 20 بقول عليها 6 بي اكس. يبقى لما اجي اقول لك عندك كام نوع من الفلانشات هتقول لي عندي 6 بي وعندي ال 6 بي اكس. 6 بي اللي هي لحد 5000. طب ال 6 بي اكس اللي فوق ال 5000. طيب دي الفلانشه نفسها. الرينج جاسكت بقى، ما هو الفلانشه انت بتجمع الفلانشه مع الفلانشه لازم تحط رينج جاسكت. الرينج جاسكت عشان تعمل لك سيل بين الاثنين. الرينج جاسكت لو انت عندك الفلانشه ال 6 بي بيجي معاها نوعين. الفلانشه ال 6 بي ليها نوعين من الرينج جاسكت، ار وار اكس. ماشي يا جماعه؟ الكلام ده هتشوفوه يا جماعه شكل كتير جدا، كل يعني الشوك مانيفولد هتلاقي كله فلانشات، الكيل مانيفولد كله فلانشات، الريجب اي ريجب
اما نيجي نعمل ريجاب لوار لاين كله فلانجات، لما تيجي تعمل ريجاب لكل تيوب هتلاقيه كله فلانجات، فالفلانجات دي لازم تبقى عارفها، وهتلاقي لها سايزات مختلفه كل سايز، يعني هتلاقي لها سايز، هتلاقي مثلا على حسب نوع الفلانج، فاهمين يا جماعه؟ 4116 3168 3 وتم 4 1 16 7 1 16 على حسب الاي دي بتاعها. يبقى اي فلانش يا جماعه عشان اعرف، يعني انت عشان اجي اسالك او اقول لك عايز اعرفك انت كشخص تعرف نفسي، فبتقول لي انا اسمي وليد فكري المتولي مثلا، بتقول اسمك واسم ابوك واسم جدك، بتقول لي اسم ثلاثي او رباعي. نفس الكلام في الفلانشا، الفلانشا لازم اقول اسمها ايه، لازم اقول السايز بتاعها والوركينج بريشر، يعني ما ينفعش اقول فلانشا بس 7 1 16 بس، لا لازم اقول فلانشا 7 1 16 واقول البريشر بتاعها، فاهمين يا شباب؟ يبقى اي ديسكريبشن لاي فلانشا لازم اقول الوركينج بريشر، لازم اقول السايز والوركينج بريشر. ليه؟ لان الفلانشا 7 1 16 دي ممكن تلاقي منها 2000، وممكن تلاقي منها 3000، ممكن تلاقي منها 5000، ممكن تلاقي منها 10000، فاهميني؟ يعني من كل سايز ممكن اعمل وركينج بريشر مختلف. عشان كده لازم لما اجي اعرف الفلانشا بعرفها بايه؟ بالسايز والوركينج بريشر. السايز لما اجي اقول 7 1 16 اقصد الاي دي، يعني الفلانشا 7 1 16 دي من جوه، من جوه هي 7 1 16، لكن من بره هتلاقي اكتر من كده، فاهمين يا شباب؟ يبقى ال 7 1 16 ده الاي دي او الثرو بور او الاي دي بتاع الايه؟ الفلانشا. والوركينج بريشر ده الضغط اللي تحمله الايه؟ الفلانشا. يبقى عرفنا ازاي التسميه بتاعت الفلانشا بتبقى بايه؟ نفس الكلام لما اجي اقول لك البي او بي، لما انت بتكون موجود على البريم مثلا، اجي اقول لك البي او بي اللي عندك نوعه ايه؟ او هتقول لي مثلا البي او بي اللي عندي 11 انش 5 كي او 11 انش 10 كي، يعني ايه؟ يعني البي او بي اللي عندي 10 11 بوصه مثلا، ده السايز بتاعه، والوركينج بريشر بتاعه 10000، فاهمين يا جماعه؟ وتيجي تقول لي بعد كده ده انا قلت لك شكله ككونكشن، بعد كده تقول لي نوعه مثلا معايا بايب رام دبل رام وانولر مثلا، بعد كده تبدا توصفه. يبقى عندنا نوعين من الفلانشات، عندنا النوع الاولاني ال 6 بي وال 6 بي اكس. 6 بي لحد 5000، ال 6 بي اكس اللي هو الهاي بريشر اللي هو 10 15 20. الرينج اسكت عندنا الار والار اكس ده بيجوا مع ال 6 بي، والبي اكس الرينج جاسكت اللي انا بستخدمها مع ال 6 بي اكس اسمها بي اكس، ماشي يا جماعه؟ يبقى اول ما تشوف اي فرينج جاسكت بي اكس اعرف ان هي دي هاي بريشر يعني. وقلنا اي فلانشة بعملها نومينيشن او بسميها بالايه؟ بالاي بالوركينج بريشر والاي دي والوركينج بريشر. اللي بيفرق يا جماعه، بصوا في فرق بينهم لما انت تروح، انا ما اعرفش الناس اللي راحت الويب سايت او شافت اي كريسماس تري او شافت مثلا في ريجب، لو لقيت اي فلانشة، لو اما تيجي تبص تلاقي الفلانشة بنقول عليها فيس تو فيس لازقين في بعض كده. الفلانشات الهاي بريشر بتكون فيس تو فيس. الفلانشات الهاي بريشر اللي هي 6 بي اكس، ما احنا قلنا عندنا في 6 بي اكس دي بتكون فيس تو فيس. يعني ايه فيس تو فيس؟ يعني الفلانشه لازقه مع اختها، يعني شايفين الحته دي؟ الفلانشه دي لازقه مع الثانيه، مفيش اي مسافه، المسافه دي بنقول عليها ستاند اوف او جروف. في حاله ال 6 بي لا، بتلاقي في مسافه كده، تلاقي الفلانشه بعيده عن الفلانشه. يبقى لما تلاقي الفلانشه بعيده عن الفلانشه مش لازقين في بعض، ورينج اسكت في مسافه للرينج اسكت، اعرف ان دي اسمها ايه؟ يبقى ديت 6 بي، يبقى الوركينج بريشر بتاعها ايه؟ لحد 5000. اما الفلانشات اللي هي 6 بي اكس بتكون الوركينج بتكون فيس تو فيس. يبقى ده اول فرق بينهم، الفرق بينهم ان هو ان الفلانشات الهاي بريشر بتبقى فيس تو فيس، لكن الفلانشات اللو بريشر او ال 6 بي بيبقى في ستاند اوف وما بتبقاش فيس تو فيس. الفلانشات اللي هي 6 بي